نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغ الأشواق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله تعالى معكم أولا أيمن منصور. طيب طبعا يا شباب احنا مبدئيا هنبدأ اليوم إن شاء الله مع بعض. اسم الدورة زي ما انتم يمكن شايفين التخاطب علم وفن، معاكم أيمن منصور. طيب مبدئيا إن شاء الله يعني إيه المجمل السريع كده في البداية، أحب أوضح أمور مجملة. أول هذه الأمور إن إحنا إن شاء الله هنحيا مع بعض كده 8 لقاءات إن شاء الله رب العالمين، وده أول لقاء لينا إن شاء الله. اللقاءات الثمانية دي الهدف منها إن أنا إن شاء الله رب العالمين أصل ببعض المبادئ والثوابت في هذا العلم، علم التخاطب. ويهمني في المقام الأول والنية أساسا كانت موجهة الأمرين، الأمر الأول طبعا ولي الأمر اللي هو طبعا والد أو أم الحالة، أم الطفل اللي عنده مشكلة أيا كانت هذه المشكلة وأيا كانت درجة هذه المشكلة. أنا اليوم جاي مخصوص عشان هؤلاء، لأن فعلا أنا بلمس منهم مدى العناء والشدة والجهد اللي بيبذلوه، فبحاول بالمحاضرات دي ان اوصل لهم شيء يسير ان شاء الله لعله يفيد. ثم ايضا ابغي من هذه المحاضرات ان شاء الله ان اوضح للاخصائيين الجدد ان يا جماعه والله الامر بفضل الله عز وجل يسير، وخصوصا مع استحضار النيه، وخصوصا مع استحضار النيه لله عز وجل. المجال ده مجال فعلا خدمي، مجال راقي جدا، مجال فيه كده يعني ايه قرب من الله عز وجل، فلازم النية في هذا المجال. ادخل وانوي بدخولك وبجهدك وبوقتك وجه الله عز وجل. لا تتخيل ان انت تكون سبب في ان طفل عنده نوع من انواع الاعاقة الكلامية وانت تكون سبب في ازالة هذه الاعاقة، فالطفل دوت يعيش حياته طبيعي ويتواصل طبيعي جدا ويتعايش، وتكون سبب في إزاحة كل المشاكل والهموم التي قد تترتب عليه وعلى أسرته، لأنه طبعا إيه عنده نوع من أنواع الإعاقة وقصور في التواصل مع الناس. قصور ده ممكن يؤدي لمشاكل كثيرة جدا، هنتعرف على بعضها إن شاء الله في هذا الكورس. نبدأ اليوم إن شاء الله رب العالمين كورس التخاطب علم وفن. طبعا المحاضرة الأولى هنبدأ العناصر يا جماعة عبارة عن أولا، أول عنصر هيكون التعارف بالطلاب ومقدمة للكورس، تعرف بالطلاب تعرف سريع تمام ومقدمة بالكورس. الثاني هيكون مفاهيم وتعريفات هامة قبل البدء بمشاكل التخاطب والنطق واللغة. قبل ما أبدأ في الكلام عن المشاكل عن النطق واللغة لازم أحط ثوابت ومفاهيم عامة لبعض المصطلحات، لأن تصوري ليها تصور صحيح من البداية هينبني عليه بعد كده إن أنا هفهم كل ما سيقال بإذن الله. تمام ماشي. يقفل الشات وقت الشرح. تمام طيب دي حاجة. أنا طبعا مش هتكلم في أي حاجة تخص الدعم لأن هم أكثر مني خبرة، وأنا مؤمن بإيه يعني فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأنا سايب الدعم يتولى كل الأمور الفنية. أنا هتكلم بس فيما يخصني، الدعم يرد فيما إيه فيما يراه مصلحة المحاضرة، يفعل ما يشاء إن شاء الله. تمام طيب ثم هنتكلم زي ما قلنا عن مفاهيم وتعريفات هامة مجملة، وهيأتي لها تفصيل في المحاضرات إن شاء الله الثمانية إن شاء الله. التعريفات دي هتكون مثلا التواصل، إيه هو التواصل؟ إيه هو اللغة؟ إيه هو الكلام؟ إيه هو النطق؟ إيه هو الصوت؟ إيه هو التخاطب؟ دي مصطلحات عامة وهامة وليها تفصيلات كتيرة جدا ماشي. لو اظن يعني ايه لو عايزين تقفلوا الشات اقفلوه، انا غالبا قلت اللي عندي، والجديد اللي هيدخل هو اللي هيكون محتاج بعض الاستفسارات، مش مشكله في اخر 10 دقايق استفسر بقى. عايزين تقفلوا الشات اقفلوه ان شاء الله، جزاكم الله خير. طيب الثالث في عناصر المحاضره اليوم باذن الله رب العالمين هيكون عن نبدا نعرف يعني ايه امراض التخاطب، هنعرف ونعرف اسباب، نعرف مفهوم بكلمة أمراض التخاطب يعني إيه أمراض التخاطب، ثم نعرف أسباب هذه الأمراض إن شاء الله رب العالمين. تمام طيب. وأيضا سنتكلم
عن عوامل تحسن الحالة. الطفل يا جماعة اللي جاي دوت، الطفل اللي جاي ده ولد عنده مشكلة معينة أيا كانت درجة هذه المشكلة، إيه العوامل اللي أنا المفترض كنت أخد بيها أو هاخد بيها في الوقت الحالي عوامل معينة أخد بيها عشان أستطيع أصل بالحالة لبر الأمان إن شاء الله. دي برضو سنذكره اليوم إن شاء الله. ثم أيضا هنسأل سؤال وهو وهنجيب عنه إن شاء الله. طبعا أيضا تابع القسم الثالث اللي هو محاضرة اليوم هيكون من هو أخصائي التخاطب؟ يعني إيه أخصائي التخاطب؟ وأيضا هنتكلم عن الرجل ده أو الأستاذة اللي هي بيقال عنها أخصائي التخاطب، إيه السمات والخصائص التي يجب توافرها فيها كأم كولي أمر؟ بيبقى في سمات معينة كده لازم تكون عارفها، وأيضا كرجل هتبدأ في المجال أو أنت فعلا في المجال أكيد هتراقب وتراجع هذه السمات موجودة ولا لا، لأنها عوامل نجاح بفضل الله سبحانه وتعالى. تمام؟ فلا بد من أن نحرص على هذه السمات كولي أمر. أحرص على رؤية هذه السمات في الأخصائي اللي أنا رايح بيه بابني، أو كأخصائي أبص في نفسي وأنظر وأراقب وأراجع إيه اللي أنا فيا متحقق من هذه السمات وإيه اللي مش فيا عشان أسعى لتحقيقه إن شاء الله. تمام؟ طيب، وبعدين إن شاء الله الأسئلة والختام بإذن الله رب العالمين. نبدأ بقى اليوم. طبعا احنا منزلين ملف الباوربوينت للمحاضرة الأولى، جزاهم الله خيرا الدعم بصراحة، يعني عاملين شغل ما شاء الله، يعني جزاهم الله خيرا جميعا يا رب. طيب، زي ما احنا شايفين التخاطب علم فعلا. المقدمة أنا أحببت اليوم يا جماعة المقدمة، طبعا معلش. طب قبل المقدمة احنا قلنا أنا سريع، احنا قفلنا الشات. عموما أنا أيمن منصور وأنا عارف معظم الأمان، يعني كتير منهم أعرفهم معرفة شخصية. يعني. تمام؟ وإن شاء الله يبقى في تعارف إن شاء الله بقى لمن أراد تعارف شخصي على الفيس إن شاء الله رب العالمين، وهحط لكم اللينك إن شاء الله بتاع الجروب إن شاء الله. طيب، طبعًا يا جماعة إحنا قلنا إن شاء الله رب العالمين، قلنا إيه؟ طيب، ماشي أستاذة ابتسام، جزاك الله خيرًا جميعًا. انا طبعا زي ما انتم شايفين الكتيب اللي بين ايديكم دوت تقريبا من اوائل ما جمعت في دخولي في المجال دوت، والحمد لله رب العالمين سبحان الله الواحد جمعه وحطه كده على جنب، ولكن الله قدر ان ابتدي اشرح في المجال دوت للشباب وكده، احببت ان يكون دوت بدايه الشرح. احب بس ان انوه على حاجه معينه. طبعا العلم ده يا جماعه علم واسع جدا، بحر فعلا. يعني استاذه نهى اهلا وسهلا، فعلا يا جماعة بحر، ودي طبيعة العلوم. الأصل يا جماعة دايما إن البحر لا شاطئ له بمعنى الكلمة، يعني والله سبحان الله اللي يظن في نفسه عموما إنه تعلم وإنه نال من هذا العلم وإنه خلاص حصل فيه كل شيء. طبعا أم جاسر أهلا وسهلا، إزي حضرتك ربنا يبارك فيك. طيب، حصل كل شيء الأستاذ محمد مصطفى، أهلا وسهلا ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب. فيبقى مخطئ اللي يظن انه اتعلم، هو من هنا هيبتدي يجهل. العلم ده متجدد والعلم دوت دايما فيه جديد، فانا بنصح من الاول كده نفسي واياكم جميعا ان احنا فعلا لازم يكون لنا همه عاليه، لازم يوميا لازم يكون ليا وقت للبحث والنظر والاطلاع على الابحاث والاطلاع على، وخصوصا في مجال التوحد. طبعا ده مجال شاق وصعب، فصدقوني يعني المجالات اللي هي الصعبه دي بالذات دايما فيها تجارب ونظريات تستحدث واشياء تجد متجدد على هذا، يعني فاسال الله جل ان يديم علينا الفضل يا رب. فصدقوني يعني لابد من السعي والاجتهاد، وما تكتفيش وما تقفلش على نفسك الباب وما تقولش خلاص انا كده نجحت وانا هقفل على نفسي كده، لا لازم تجدد ولازم دايما تتطور. الاصل في العلم ده على فكره، يعني الاصل في العلم ده الابتكار. يعني العلم ده مش علم هو يعني ايه ان انت تاخد نظريه وتحط قالب تصب اولاد او الحالات تبص تلاقي نفسك خسرت بعد كده، لا فعلا الاصل فيه الابتكار والفهم النظر والبحث والاجتهاد. تمام؟ طيب، فانا بنصح نفسي واياكم بالبحث والاجتهاد. طبعا انا حببت ان انا ابدا زي ما قلت لكم ان ابدا اليوم بمقدمه شرعيه كده، يعني اذكر نفسي بيها واياكم طبعا ان فعلا يا جماعه احنا بناخد الدنيا سبيل الاخره. اسال الله عز وجل ان تكون دنيانا قنطره للجنه يا رب العالمين. فطبعا الكلام هنا موجه أولًا سبب إن إحنا
جمعنا هذا العلم أو سعينا في هذا العلم هو قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا العلم بر وتقوى، هذا العلم بر وتقوى زي ما قلت لحضراتكم، يعني فعلا إزاحة الهموم عن صدور أسرة وعن صدر وكاهل طفل عنده إعاقة تكون سبب في إزاحة هذه الإعاقة، ده أمر كبير عند الله عز وجل وله أجر عظيم، وفي الدنيا أيضا بيبقى ليه قبول وحب في قلوب الناس، فاحرصوا على هذه النية إن شاء الله. طبعا أيضا يا جماعة احنا دايما نقول كلام النبي صلى الله عليه وسلم لنا ناصحا لنا، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3 أشياء، منها العلم النافع، فهذا إن شاء الله يكون علم نافع، هذه المطبوعات وهذه الكتب وهذه الأبحاث وهذه النظريات إن شاء الله تكون علم نافع إن شاء الله. فطبعا احنا عارفين طبعا إن الكلام ده والنطق نعمة من نعم الله عز وجل، ونعمة عظيمة الكلام والنطق نعمة من نعم الله عليه، فلازم هذه النعمة التي وهبها الله عز وجل لبني آدم من خلال الكلام أنت بتستطيع تعبر عما يجيش في صدرك، جواك أحاسيس، جواك مفاهيم، جواك استفهامات، جواك طلبات هتعبر عنها إلا بالكلام، لابد هذه النعمة أن نشكر الله عز وجل عليها، وأن نسأل الله عز وجل أن يهبها لكل أبنائنا الذين حرموا منها رب العالمين. طيب، قد يصاب الإنسان بعض الحالات من الاضطرابات اللغوية النطقية يبتليهم الله عز وجل، هذا البلاء وهذه النعمة، هذا الكلام موجه لأولياء الأمور، لأن كثير جدا من أولياء الأمور للأسف بيحصل له شيء من الإحباط، بيحصل له شيء من الإحباط. فطبعا الإحباط ده بينقل للأسرة كلها، وسرعان ما تجد الأسرة ابتدت تتفكك، وسرعان ما تجد الأسرة طبعا حصل فيها فشل، وطبعا الفشل ده بينعكس على الحالة، يكون الأخصائي شغال وبيبذل مجهود واخد بالأسباب، ولكن الأسرة ضعفت ولم تأخذ بالأسباب، فهنا يحصل الفشل، وهنا يبتدي نخسر أبنائنا فعلا. لابد إن احنا نتماسك ونعرف أن هذا الله عز وجل، وأن إزاحة هذا البلاء من الله عز وجل، فنلجأ لله عز وجل ونأخذ بالأسباب، ونعرف هذا الداء ما هو الدواء الذي يزيحه، لأن الله عز وجل ما خلق داء إلا وخلق له دواء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فتداووا عباد الله، فهذا التداوي فهذا الأمر هو البرامج اللي احنا بنعملها، وأيضا الأدوية المعروفة في بعض الحالات، فاحنا لازم ناخد بأسباب التداوي، ولازم يكون في همة من الأخصائي وما ييأس إن شاء الله رب العالمين، ولا من ولي الأمر، لابد إن هو يبتدئ وياخد بالأسباب حتى وإن كانت بسيطة ياخد بها، والله عز وجل هو الذي يشفي، والله عز وجل هو الذي يعافي، وما نحن إلا أسباب. طبعا أصل البلاء أنه يكون بالشر والخير، الشر والخير هذا بلاء، إلى آخر طبعا المقدمة ستقرؤونها بنفسكم إن شاء الله رب العالمين. فأحببت بس أن أربط هذا الأمر في البداية، وأن أوضح أن البلاء من الله عز وجل، وأن إزاحة هذا البلاء تكون من الله عز وجل، فالجأوا لله عز وجل في جميع الأمور كأخصائي وكولي أمر. تمام. طيب، ثم نبدأ اليوم نتكلم، قبل أن أمرار التخاطب أبدأ عن بعض المفاهيم الهامة جدا. أول هذه المفاهيم معنى التواصل، يعني إيه تواصل؟ إحنا داخلين في علم هنبتدي نذكر فيه بعض المصطلحات، نتكلم عن التواصل، تواصل باللفظ، تواصل بالبصر، التواصل، فلو أنت ما فهمتش المعنى الحقيقي لهذا اللفظ من الآن هيختلط عليك أمور كثيرة لما ندخل جوه في المسائل بتاعتك، فلا بد من الآن أفهم معنى التواصل. باختصار شديد، التواصل هو تلك العملية الغنية الشاملة التي تتضمن تبادل، تواصل بيتضمن عملية تتضمن تبادل أفكار، آراء، مشاعر، معلومات بين الأفراد بشتى الوسائل، والأساليب، مثل الإشارات، هذا نوع من التواصل، لغة الإشارة وهي لغة معروفة عند الصم وعند ضعاف السمع الذين لا يسمعون. تمام. الإشارات، الإيماءات، الإيماء الواحد يومئ برأسه هكذا معبرا عن حالة معينة، هذا تواصل أيضا. ثم تعبيرات الوجه من التواصل، تنظر في وجه الإنسان تجده مثلا سعيد فتتواصل تعرف أنه سعيد، تفهم أن هذا التعبير أو هذا المفهوم الذي يرسم على الوجه الآن يعني سعادة، أو العكس يعني الغضب، أو يعني الحزن، أو يعني الخوف، هذا أيضا تواصل. تعبيرات الوجه هذه
وسيلة وسبيل وأسلوب من أساليب التواصل. حركة اليدين أيضا، حركة اليدين بالنفي بالإثبات بلأ بآه، هذه الحركة التي نفعلها بأي شكل كان أيضا تواصل. التعبيرات الانفعالية، تعبير انفعالي، أحد عبر عن غضبه بشيء كده، تعبير في انفعال مثلا، هذا التعبير الانفعالي أيضا تواصل. وكذلك اللغة. جينا بقى للنقطة المهمة اللي احنا معنية، هي اللغة بقى. نبتدي نقول أيضا اللغة، وتعد اللغة المنطوقة وهي الكلام. لغة منطوقة يعني الكلام. اللغة دي هي أحد أشكال التواصل، وهو الشكل إن شاء الله الذي سنهتم به. يبقى من كل أشكال التواصل وكل أساليب التواصل ووسائل التواصل، كلامنا هيكون منصب واهتمامنا هيكون منصب على نوع معين، ألا وهو التواصل المنطوق، أي الكلام. هو ده اللي هنتكلم، وده اللي هنبحث، وده اللي هنأصل عليه، وده اللي هنبحث فيه، وهننظر في مسائله، وسنتكلم عن حالاته، ونتكلم عن اضطراباته، ألا وهو التواصل المنطوق، ألا وهو الكلام، وهو الشكل الذي سنهتم به في حوارنا ومحاضرتنا إن شاء الله جل الاهتمام بإذن الله تعالى. وسنعلم أصول تتطلب وجود مجموعة من الأجهزة العضوية. تواصل، قلنا خلاص التواصل ده هو اللي هيعنينا، نبتدي نشوف التواصل ده كيف يتم، وسنعرف كيف يتم هذا التواصل، وما يحتاج هذا التواصل ليخرج في صورة صحيحة سليمة مفهومة، يكون منطوقا بسلامة وسلاسة، ويكون مفهوما أيضا إن شاء الله. فطبعا لابد أن هذه العملية تتطلب وجود مجموعة من الأجهزة العضوية السليمة لكي تتم بصورة عادية. أي خلل في واحدة أو أكثر من هذه الأجهزة قد يحول دون القدرة على اكتساب مهارة عملية الكلام للفرد. يبقى لازم أنا أكون عارف إيه الخلل اللي ممكن يحصل، وإيه الأسباب التي ستتوفر لنجاح وإنجاح هذه الوسيلة في التواصل أي الكلام. تمام؟ وهذا ما سيعنينا إن شاء الله وما سنهتم به. وسريعا، اعرف واعلم أن عملية التواصل هذه لا تقتصر على أفراد الجنس البشري فحسب، بل تمتد لتشمل جميع المخلوقات. التواصل ده سبحان الله يا جماعة لغة موجودة بين كل المخلوقات. لغة البشر في التواصل بيننا وبين بعض هو التواصل اللفظي، ده أشهر لغة معروفة بيننا كبشر، الكلام. لكن هذه اللغة وهذه الصفة لا تتوفر لغيرنا من مخلوقات الله عز وجل، ولكن لهم تواصل، وهذا ما أثبته القرآن. ففي سورة الإسراء الآية رقم 44 يقول الله عز وجل: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا، سبحانه وتعالى. فالتواصل موجود بين كل مخلوقات الله عز وجل، ولكن ما يعنينا نحن الآن هو التواصل البشري، وما يعنينا من التواصل البشري الكلام، أي التواصل المنطوق إن شاء الله. فطبعا أحببت بس أن أوضح أن مثلا على سبيل المثال صياح الديك هذا تواصل، تواصل من الديك يتواصل به ويعبر به عن شيء ما. أيضا زقزقة الطيور زي ما بيقولوا في الصباح الباكر أيضا تواصل، تراقص الفراشات تواصل، أزيز النحل تواصل، تمايل النبات سبحان الله، تمايل النبات، بعض النباتات تميل تجاه الشمس، هذا تواصل أيضا، إلى غير ذلك من الأمور ومن الإعجازات الربانية. ونحن كبشر كما قلت نتواصل مع بعضنا البعض عن طريق اللغة. سواء نبتدي بقى نفصل، شوف كلمة اللغة كلمة، اللغة هذه تكون تحتية أي مكتوبة، لغة إيه؟ مكتوبة، تمام؟ وقد تكون شفهية يعني منطوقة، لأنها تمكن الفرد من التعبير عن نفسه بشتى الطرق والأساليب. واللغة تمثل أرقى أساليب التواصل، يعني لغة البشر هذه هي أرقى أساليب التواصل،
وقد من الله عز وجل علينا بأرقى أساليب التواصل إلى الحمد والمنة. هذه نعمة يجب أن نشكرها، وستعرفون الآن إن شاء الله رب العالمين كيف يحدث الكلام، وستستعجبون قدرة عجيبة وقدرة عظيمة تستوجب منا الشكر ليل ونهار. في جزء من الثانية يدخل هواء وتتحرك أجهزة وخصبية وغيرها وأمور كثيرة جدا، هذه الأمور المعقدة تخرج بسلاسة بقدرة الله عز وجل. فأسأل الله عز وجل أن يديم علينا النعم يا رب العالمين، وأن يعافي جميع أبنائنا يا رب العالمين. طيب، يبقى التواصل أخذنا فكرة مجملة عنه، سيأتي تفصيل للتواصل وستأتي مباحث خاصة بالتواصل إن شاء الله. ثم المفهوم الثاني اللغة. اللغة عرفنا التواصل، طيب اللغة عبارة عن إيه؟ رموز تعلمها لكي نعبر عن أفكار ورغبات واحتياجات، وكذلك لكي نتعلم القراءة والكتابة والتحدث والتعبير عن الذات. واضطرابات اللغة التعبيرية هي اضطراب في استخدام اللغة، يعني أما يحدث اضطراب، الكلام ده كله هيأتي له تفصيلات كثيرة جدا، أنا بس بجمل وبحاول إن أنا أضع بس خطوط عريضة، لكن كل هذه المباحث ستأتي بالتفصيل إن شاء الله رب العالمين. فزي ما بنقول اللغة عبارة عن رموز، اللغة عبارة عن رموز يتفق عليها بين ناس، مجموعة، شعب، تبقى ثقافة معينة، أفراد معينة، جنس معين. اللغة دي أو الرموز دي بتتسم بنظام عالي الضبط والتنظيم طبقا لقواعد محدودة، طبقا لقواعد محدودة. طبعا في تفصيلات كثيرة جدا تحت مبحث اللغة، وطبعا في أبحاث كثيرة جدا واضطرابات اللغة، ولكن سنؤجل هذا التفصيل إن شاء الله رب العالمين، وسنتكلم بإجمال فقط لمجرد معرفة المداخل للكلام إن شاء الله. وسوف نهتم باضطرابات اللغة المنطوقة أيضا، وسنؤكد وستكون أكثر الأبحاث استيضاحا اللغة المنطوقة إن شاء الله رب العالمين. أما اضطرابات اللغة المكتوبة فهذه سوف يكون محلها فين؟ مباحث صعوبات التعلم. يعني لما نيجي النهاردة نبص في الحالة، أنا بتكلم اليوم وستأكلم إن شاء الله رب العالمين على مدار المحاضرات كلها، ما يعنيني الآن ليست اللغة المكتوبة، أي ليس الأبحاث الخاصة بالصعوبات، صعوبات التعلم، ولكن أهتم باضطرابات اللغة المنطوقة في هذه المحاضرات. أما الاضطراب الآخر في اللغة المكتوبة فسوف يكون له تفصيلات أخرى إن شاء الله في مباحث صعوبات التعلم. وطبعا أكاديمية الدارين جزاهم الله خيرا وفروا كورسات طبعا لغير واحد من الدكاترة المعروفين، يعني الدكتور أمير عبد السميع وغيرها، بفضل الله عملوا طبعا كورسات على هذا المنتدى أيضا بفضل الله، وعلى هذه الأكاديمية، وما شاء الله عليها، يعني كانت في منتهى القوة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب، ثم بعد اللغة طبعا نبتدي نقول إيه هو الكلام. الكلام عبارة عن سياق من الرموز الصوتية. اللغة عبارة عن نظام من الرموز بيتفق عليها في ثقافة معينة، نظام من الرموز بين أفراد معينة، بيتسم هذا النظام بضبط وتنظيم وفقا لقواعد محددة. واللغة تكون منطوقة أو مكتوبة، أيضا تكون إشارة، أيضا تكون لغة برايل المعروفة للمكفوفين، لغة برايل هذه معروفة للمكفوفين، أيضا تكون لغة عيون أو لغة الأصابع، هذه لغة. طب الكلام نفسه إيه؟ هذه اللغة. أما الكلام هو عبارة عن سياق من الرموز الصوتية. كلام يبقى لازم يكون فيه رموز، الرموز دي إيه؟ مكتوبة؟ لا. الرموز ديت إيه؟ بالإشارة؟ لا. بالعيون؟ بالأصابع؟ لا. هذه الرموز تكون رموز صوتية، أي أنها أصوات. هذا الكلام عبارة عن سياق من الرموز الصوتية تخضع أيضا لنظام معين، هذه الرموز الصوتية تخضع لنظام معين متفق عليه في الثقافة الواحدة التي ينشأ بها الفرد أو عليها الفرد. وعملية الكلام تتضمن إصدار أصوات لازمة للكلام تتشكل بصورة تجعله يأخذ أشكالا ورموزا معينة لكي يتواصل الفرد مع الآخرين. بمعنى أن هذه العملية تعتمد على مجموعة من الأجهزة السليمة. نبتدي بقى نتكلم عن الكلام وسلامة الكلام، يبقى لازم أكون متيقن. أنا أخصائي تخاطب دلوقتي أبتدي أدخل سنة سنة، الكلام عندي فيه مشكلة، أشوف منشأ الكلام أصلا هو عبارة عن إيه. الكلام عبارة عن رموز، سياق،
رموز صوتية تخضع لنظام معين. هذا النظام بيحصل فيه خلل معين في مرحلة معينة، تنشأ مشكلة معينة، نبتدي ننظر في هذه المشكلة ونشخص هذه المشكلة تشخيص سليم. بكون عارف منشأ المشكلة، النقطة دي مهمة جدا، منشأ المشكلة يسهل كثيرا على اني اعلم جد كيفية العلاج ان شاء الله رب العالمين. تمام، فلازم افهم يعني ايه الكلام، ولازم افهم انه هو عبارة عن سياق من رموز صوتية تخضع لنظام معين متفق عليه في ثقافة واحدة ينشأ بها الفرد. عملية الكلام زي ما قلنا تتضمن إصدار أصوات لازمة للكلام، تتشكل بصورة تجعله يأخذ أشكالا ورموزا معينة لكي يتواصل الفرد مع الآخرين. تعتمد هذه العملية أي الكلام على نمو من الأجهزة السليمة. مثل إيه الأجهزة دي؟ مثل هذه الأجهزة السليمة، أجهزة حسية، أجهزة عصبية، أجهزة حركية. هيأتي له تفصيلات؟ نعم، حالا يأتي تفصيل هذا الكلام. يعني الكلام ده بيحتاج سلامة الأجهزة الحسية، سلامة الأجهزة العصبية، سلامة الأجهزة الحركية لدى الفرد. تكامل هذه الوظائف، هذه الأجهزة، تناسق هذه الوظائف وهذه الأجهزة مطلب أساسي حتى تخرج عملية الكلام بصورة صحيحة. مطلب أساسي حتى تخرج بصورة صحيحة، بمعنى أن عملية الكلام لابد أن تسير في مراحل معينة، لابد عملية الكلام أن تسير في مراحل معينة. نقدر نقول إنها تتفرع لشقين هذه المراحل، شق حركي أي إدراكي، نقطة مهمة جدا، كلام عملية هذه تنشق منها فرعين حتى تتم، حركي مسؤول وشق حسي أيضا إدراكي. عشان لما نيجي نتكلم عن الإدراك وتنمية الإدراك من الصغر، من الطفولة والتدخل المبكر والتنمية المبكرة، ونبتدي نراعي أولادنا ونبتدي نشوف تطور اللغة، لما ندخل في مبحث التطور اللغوي نعرف إن القصور قد يكون قديما ونحن لا نشعر، ما عملناش عملية تنمية إدراك لهذا الطفل وهو لسه رضيع. أي نعم، وهو لسه رضيع. كيف؟ سنعلم بالتفصيل في أبحاث التطور للغة، وطبعا المهارات التي يجب أن نسعى في تأصيلها في هذا الطفل حتى يخرج إلى الدنيا بسلام. تمام؟ ويتكلم مثل مصر ما لم يكن عضوي. طبعا هنعرف الاسباب، ولكن انا بتكلم في القصور. عضوي احيانا بيكون بسبب قصور وعدم فهم الام وعدم مراعاه الام وعدم التفات الام غالبا لهذا الطفل منذ الصغر، ما التفتتش لهذا الطفل منذ الصغر ووقعت في اخطاء يقع فيها كثير من الامهات، وسنحدد هذه الاخطاء بالتفصيل ان شاء الله. طيب، الشق الحركي في الكلام يبدا منين؟ من تكيف، ان انا بكيف هواء الزفير الذي يتحول بمروره بالوترين الصوتيين الى صوت يخرج بسرعه على شكل موجات صوتيه عن طريق التجاويف الثلاثه. ايه الكلام ده؟ يعني الشق الحركي ده عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا شق حركي، عباره عن ان انا ابدا اكيف الهواء. اولا اعرف، وطبعا انا عارف ان معظم المدربين عارفين ايه، ان الكلام اساسا بتاع شباب هو عباره عن هواء. الهواء ده انا بستنشقه، ثم بعد ذلك يخرج مني جزء منه زفير وهو النفس الذي يخرج مني، والجزء الآخر يخرج صوت، ثم التحول للصوت بكيفية معينة. مسؤول عن هذا التحول شق حركي وشق حسي إدراكي. الحركي نبدأ إن هذا الهواء دخل الصدر أخرجه بقى عشان يطلع صوت. أبص سلامة الجهاز الصدر، أشوف العضلات بتاعت الجهاز الحاجب، طبعا الحجاب الحاجز، أشوف العضلات الصدر دي قوية ولا ضعيفة. بعض الأولاد بيبقى مشكلته إنه ضعيف، مش عارف يتكلم كويس لأنه ما عندهوش القدرة على دفع الهواء بكمية مناسبة، فيخرج الكلام منساق وسليم وسلس وواضح. هو ولد ضعيف أو بنت ضعيفة، فدي مشكلة. نبتدي نلجأ لحاجات معينة نقوي الولد ده بشكل معين، نعمل له تمارين معينة. بس أنا عرفت إن الولد مشكلته إيه، ما اجيش بقى ومحطط الولد دوت اللي عنده مشكله زي كده في قالب تاني خالص، وابتدي احطه في برنامج تاني، واضيع الولد سنوات، واضيع الولد شهور من عمره وسنوات، وفي الاخر ما توصلش نتيجه صح لاني ما حطيتش ايدي على تشخيص سليم للمشكله من البدايه. وده بيحصل كثيرا بكل اسف، كثير من ابنائنا ضاعت عليهم فرصه الشفاء. طبعا الامور بقدر الله سبحانه وتعالى، ولكن باسباب امرنا ان ناخذ بها التداوي، ومن أسباب التداوي الصحيح التشخيص السليم. التشخيص السليم ده أمر مهم جدا، فيجب علينا أن نفهم ما هي المشكلة ثم نحدد
الحل. على أساس هذا الفهم يترتب العلاج بإذن الله رب العالمين. طيب، فهذا طبعا الهواء بيبتدي يطلع من الصدر زي ما انتم عارفين، ثم يبتدي بعد ذلك يمر طبعا من الصدر، فيمر طبعا بالوترين الصوتيين إلى صوت يخرج على شكل موجات صوتية، موجات خارجة، هواء خارج خارج خارج، يدخل في التوجيه في الزوري، يبتدي يمر بالحبلين الوترين الصوتيين الموجودين طبعا عند الحنجرة، ثم يمر ثم يخرج في التجويف الفمي، ثم ايه؟ هذا الهواء خارج، هيتحول لايه هذا الهواء؟ مين المسؤول عن تحويل هذا الهواء؟ خلاص الشق الحركة كده، ابتدى الفم، تجويف الثلاثة اشتغلت معايا، ايا كان بقى الحرف اللي انا عاوز اطلعه او الكلمة، الفم اشتغل، الحلق اشتغل، الانف اشتغل، كذلك بيساهم في هذه العملية ايضا حركة اللسان، الشفتين، سطف الحنك، الرخو والصلب، الفك، كل هذه الأعضاء ما يسمى بأعضاء النطق، كل هذه مسؤولة من أول الصدر لغاية الشفاه من الخارج، كل هذا مسؤول عن اللي هو الجهاز المسؤول عن الدفع وعن تحريك هذا الهواء وعن تنسيق هذا الهواء بشكل حركي. ثم يأتي الشق الآخر الحسي، يتدخل بقى الشق الحسي الإدراكي، مجرد إصدار الصوت ده خلاص أنا طلعت هواء. ألو، السلام عليكم. أنا طلعت هواء، أنا طلعت الهواء خلاص خرج، فلقيت طبعا إيه؟ هذا الصوت خارج كده بلا فائدة، يبتدي بقى يتحول لفائدة. إيه المسؤول عن تحويله؟ الشق الآخر، ألا وهو الحسي الإدراكي. الإدراك بقى يبتدي العقل هنا يتدخل. مجرد إصدار الهواء ده كما في الناحية الحركية عديم الدلالة، بل يلزم أن يكون لهذه الأصوات دلالة. الدلالة دي لا تأتي إلا عن طريق العقل، يبتدي العقل يدخل. طب يعني معنى كده إن العقل ده فيه مشكلة والعضلات سليمة وكله تمام؟ هنأتي في مشكلة أخرى، مشكلة إن العقل ما عندوش تصور سليم، مش قادر يتحكم، مش قادر يصدر الإيه؟ الأمر حتى يخرج هذا الهواء ويستخدم هذا الهواء ويخرج ويصدر منه صوت معين مراد. أنا عاوز أخرج صوت معين الآن، عاوز أتكلم كلمة معينة الآن، العقل يبتدي يتدخل في هذه مع هذه العضلات التي تدفع الهواء وهذه الأوتار وهذه الشفاه والفك واللسان وغيره من الأعضاء هذه كلها، يأتي العقل المسيطر. هذا العقل يبتدي يوجه هذا الكلام كله لدلالة، لمفهوم. فإذا كان هذا العقل طبعا سليم، كان الصوت بفضل الله واضحا، وكان الصوت معبرا عما يريد الإنسان. كلامك معبر عن اللي أنت عاوزه، مستقيم، فهمك للعقل قصد الامر ان انا عاوز دلوقتي طلب معين، عاوز طلب معين، خلاص العقل ادى الامر ده والعضلات اشتغلت وتناسقت مع العقل تماما، ابتدى العقل سيطر، خرج، طلعت النتيجه سليمه بفضل الله سبحانه وتعالى. العقل ده طبعا كما ستعرفون ان شاء الله بيحوي مراكز كثيره حسيه، في حين طبعا تحدث اصوات تتلقاها مراكز حسيه سمعيه مثلا، نبدا بس السمعيه بالمخ، مركز السمع بالمخ. يحدث الإدراك الصوتي لللفظ، في إدراك لللفظ نفسه، يبتدي يقرن الصوت المسموع بمدلول، مدلول حسي، الصوت ده ماشي فيه صوت، بس إيه مدلول هذا الصوت؟ يبتدي يتدخل مركز آخر حتى يأتي بمدلول حسي، أي أن الحواس بما لها من مراكز بالمخ بتتعاون في تفسير مدلول أو الكلام المنطوق. على فكرة الكلام هيبقى أكثره عملي، بس طبعا دي مقدمة كده يعني نظرية وتأصيلية بسيطة إن شاء الله، لكن معظم الكلام هيبقى طبعا إيه؟ أنا زي ما أنا قلت المراد الأساسي، أنا مش بأصل، أنا طبعا بتكلم مع ولي أمر، بس لابد يعني إيه الدخلة دي إن أنا أأصل بس بعض المعاني الهامة التي لا مفر منها. طيب، نبتدي نتكلم عن النطق. النطق هو إنتاج الأصوات اللغوية. النطق هو إنتاج الأصوات اللغوية عن طريق حركة أعضاء النطق حركة دقيقة ومحددة، وسيلة للتواصل الشفوي، وسيلة للتواصل الشفوي مع الآخرين. النطق هو عبارة عن وسيلة للتواصل الشفوي مع الآخرين، ذلك بإصدار أصوات كلامية تجمعها لتكون كلمات، وهي وسيلة خاصة بالبشر، وهي وسيلة خاصة بالبشر. طيب، الصوت ينبغي إن إحنا نفرق بس أولا كده، إن بعض الناس بتخلط بين الحرف والصوت، بمعنى الحرف هو
ما يكتب ويرسم. حرف بنكتبه بنرسمه بالقلم، متعارف بيه عليه بين الناس الحرف دوت، مثلا حروف عربية يبقى متعارف عليه بيننا كعرب. هذه الحروف التي تكتب وترسم متعارف عليها، تكتب باليد وتدرك بالعين، يعني إنها مرئية بالعين المجردة، ويكتب على ورق بالقلم والحبر، فهو كمي، يعني حاجة كمية، كم مادي أو شكل هندسي يرسمه كل فرد تعلم القراءة والكتابة ويفهمه كل من أوتي حظا من ذلك ولو يسيرا، يعني حرف، يعني حاجة مكتوبة. طب أما الصوت فهو الذي ينطق، الصوت هو الصوت المنطوق، آه، لما أجي أتكلم عن الآ صوت، هذا صوت، لكن أتكلم عنه كحرف، حرف آه، ألف عليه فتحة مكتوب كده، ألف عليه فتحة آه، هذا هو الحرف. أما الصوت فهو الصوت هذا الذي يخرج الآن ونسمعه بالأذان، هو مسموع وليس مرئي، فهذا الصوت يكون لا يدرك طبعا إيه بالعين، إنما يدرك بالسمع، وهو لا يرى لأنه إيه تموجات، هذا الصوت تموجات صوتية ترسلها عضلات الجهاز الصوتي، ترسلها عضلات الجهاز الصوتي. مبحث الصوت ده مهم جدا، طبعا هنيجي نتكلم في اضطرابات الصوت، احنا هنتكلم ان شاء الله كما ستعرفون عن ثلاث اضطرابات ان شاء الله، اضطرابات اللغة، اضطرابات الكلام، اضطرابات الصوت. دي الثلاث اضطرابات اللي احنا سنتناولها بالتفصيل ان شاء الله. اضطراب يخص اللغة، الكلام، اضطراب يخص الصوت، وسنعرف آفات الصوت، آفات الكلام، آفات اللغة. طيب مهم جدا نكون عارفين يعني الصوت، لازم نبحث في الامر ده كويس، ولازم نسمع كويس، ولازم نفهم كويس، نعرف ايه هو الصوت، ونعرف طبيعة هذه الاصوات. هذه الاصوات لها طبيعة ولها تفصيلات، وهذا علم وحده، يعني ده لوحده كده علم، علم الاصوات ده لوحده علم، يعني اسال الله عز وجل ان يعلمنا واياكم جميعا يا رب. اكون فاهم يعني ايه اصنف الاصوات، يعني ايه صوت متحرك، يعني ايه صوت ساكن، يعني ايه مجهور، يعني ايه مهموس، عشان لما اجي ابص للولد او ابص الحالة الاقي عنده مثلا مشكلة في السواكن، اعمل معاه ايه؟ عنده مشكلة مثلا في الحروف المهموسة، أشتغل معاه إزاي؟ سيأتي لذلك مزيد إيضاح في مبحث الصوت اللي هو إن شاء الله الشق الثالث في محاضراتنا، اللي إحنا نتناول مشاكل التخاطب بتاعتنا أو أمراض التخاطب كما استعرفونا الآن، هنتناولها على إيه؟ من خلال 3 محاور. محور يخص اضطرابات اللغة سواء قبل اكتسابها أو بعد، ومحور يخص اضطرابات الكلام برضو سواء قبل أو بعد، ومحور يخص اضطرابات الصوت. فكل هذه المحاور ستجعلنا نفهم كيف نتعامل مع الحالة في بداية الأمر إن شاء الله. فسيأتي تفصيل لهذا إن شاء الله، اللي هو طبعا تصنيف الأصوات ومعرفة الأصوات والكلام ده كله والتمييز بينها إن شاء الله رب العالمين في مبحث أمراض الصوت بإذن الله رب العالمين. بفضل الله سبحانه وتعالى يعني خدنا مفهوم عام كده عن معنى التواصل، معنى اللغة، معنى الكلام والنطق، الصوت، تمام. ينقص ان احنا بس نذكر سريعا ايضا ايه هو التخاطب، عشان لما نيجي نتكلم ونأسس طبعا الكلام وكده يبقى احنا فاهمين من الاول ايه العلم ده عباره عن ايه اصلا، يعني داخلين في ايه وايه الابحاث بتاعته، تصور عام لهذه المسائل ان شاء الله، تمام كده. طيب مبدئيا التخاطب هو القدره على توظيف المهارات اللفظيه او الصوتيه. الكلام تخاطب، يعني هبتدي ان انا اوظف قدرة على توظيف هذا الكلام، نتاج الهواء اللي داخل من الصدر وخارج، والمخ والأعصاب والعضلات والحركات، كل هذا سيخرج كلام. هذا الكلام خاطب يأتي بقى بالدور هنا، أن يأتي بهذا الكلام التخاطب يوظف هذه المهارات لفظية صوتية ومهارات الفصاحة لتحقيق عملية التواصل مع الآخرين، سواء على مستوى الاستيعاب أو التعبير، أي بمعنى أن التخاطب يهتم باللغة الاستيعابية أي المفهوم من اللغة، وأيضا يهتم هذا العلم أيضا يهتم باللغة الإيه المنطوقة أي التعبيرية. يبقى هنشتغل على إطارين في هذا العلم، إطار المفهوم من اللغة استيعابية استقبالية، وأيضا الإيه التعبيرية اللي هي المنطوقة إن شاء الله، ده اللي هنتكلم فيه في هذا العلم إن شاء الله. طيب مسألة برضو مهمة ولابد منها، أنا عاوز أعرف دلوقتي منكم
ممكن اطرح السؤال ده كده وابص على اجابتكم ان شاء الله. وشات معلش نفتح الشباب بس السؤال كده سريعا من باب بس تشغيل ايه الشباب معانا يعني. تمام. طيب عاوز اسال سؤال. احنا ازاي بنتكلم؟ يعني كيف نتحدث ونفهم الحديث؟ كيف نتحدث بمعنى كيف تتم عملية الكلام؟ عاوز انا بقى كأخذ ام عاوز اشوف وافهم الكلام ده اصلا كيف يتم. انت بين امرين، بين انك تشرح طبيعة الامر ومعنى ان انا اعرف اتكلم او الكلام ازاي بيكون وازاي بفهمه، وبين انك تديني مثال، وبين ان انت تديني مثال. تمام كده. طيب الصوت مسموع يا شباب؟ في ناس بتشكو في ايه؟ الصوت مسموع تمام عن طريق جهاز النطق، عن طريق مجموعة. تمام مسموع. طيب ها اجيبوني بقى انتم، كيف نتحدث ونفهم الحديث؟ كل واحد كده يقول ايه يعني تصوره كده عن الامر ده سريعا ان شاء الله. السؤال تاني ماشي، سؤال تاني، كيف تتم عملية الكلام؟ كيف تتم عملية الكلام؟ أبسط السؤال أكتر. حاضر ماشي، بحركة شك حسي ماشي، يعني هو جاب ما شاء الله الأستاذة جابت من خلال كلامنا بعض الأمور مجملة. جميل. أنا عاوز أفهم، أنا عاوز أفهم الكلام عبارة عن إيه، بتكلم إزاي أفهم. أنا شرحت وقلت إن طبعا في شق حركي وشق حسي، بس فصلت اكتر شويه. عاوز حد يضرب لي مثال يقول لي والله مثلا تصور ان انا عاوز انطق حرف زي حرف الباء، ازاي بقى الباء دي بتطلع من اول ما الهواء يدخل لغايه ما يطلع باء؟ عاوز افهم ايه اللي تم وايه اللي حصل، عشان فهمي للكلام وطبيعته هيخليني كاخصائي فاهم برضو وحاطط ايدي على المشكله مع الولد وهو بيتكلم. ان شاء الله لازم افهم الموضوع ده كويس عن طريق فهم الكلام في مراكز المخ وارسال وترجمه. تمام. عن طريق حبس الهواء الانفجار مره واحده. ماشي ماشي يا سيدي، جزاكم الله خيرا. دخلنا تخرج من بين الشفاف ده. تمام. طيب جميل. طيب اقول انا بقى شويه اشياء بسيطه كده. مبدئيا لو حبينا نفصل الكلام بالمعنى هنتكلم كتير قوي، هنتكلم فعلا كتير يعني ممكن حوالي كتير يعني، وانتم مستعجلين. عموما انا هحاول اختصر برضو الامر ان شاء الله. الاول اعرف ان احنا بنتحدث وبنفهم الحديث من خلال مناطق بالمخ وبس، لا واجزاء من الجسم زي ما احنا قلنا في الاول، شق حركي وشق ايه حسي ادراكي. تمام كده. يبقى فعلا الكلام ده فعلا بيحدث ازاي؟ عن طريق مناطق بالمخ اجزاء من الجسم. بيستعمل الإنسان هذه المناطق، عدة المناطق اللي موجودة في المخ دي، وهي تفصيل الكلام ده على فكرة، ونفهم الإدراك والفهم والسمع وكل ده. ده مهم جدا، الكلام ده مهم جدا جدا جدا. إن فعلا مشاكل كتيرة جدا بكون أنا مش فاهم إيه المشكلة، مش فاهم الولد ده عنده إيه بالضبط. ممكن يكون مشكلة أصلا في حاجة معينة في مخ الولد، في جزء معين يخص الإدراك، في معين يخص القدرة على التعبير، في مشكلة تانية تخص السمع. فلازم أكون فاهم المخ إيه تدخله في هذه المسألة. فقلنا ان المخ بيبقى عدة مناطق واجزاء اخرى ايضا. الجسم بيبتدي ايه التحدث بيتطلب بقى من اول بقى، اهو هبتدي من اول كلمه ان انا عاوز افهم ازاي بتكلم بقى. الكلام بيبدا يا جماعه زي ما قلنا بالتنفس، الهواء بيمر، الهواء ده بيخرج، عاوز يخرج تاني من الصدر، بيخرج على الطريق ان هو بيبقى اسمه ايه معروف بين الزفير. تمام. الزفير ده قلنا بيمر باحبال صوتيه طبعا، بعد ما يخرج من تجويف الصدر وبتاع ومن الرئتين يبتدي يمر تاني، يوضع حجاب الحاجز وعضله الصدر بتدفع، يبتدي الهواء ده يخرج يهز الاحبال الصوتيه وبهذا يصدر الصوت. يعني هو ده كده ايه مجمل الكلام. يقوم بقى كمان اللسان بتشكيل الاصوات اثناء مرورها لاعلى قادمه من الاحبال الصوتيه، بيحول الاصوات لكلمات. يعني برضو اللسان مهم ليه؟ عشان لما نيجي بعد كده نتكلم نلاقي الولد عنده مشكله معينه في اللسان ايا كانت نوع المشكله، ضعف في اللسان، مشكله ضعف في عضله اللسان مش متحكم فيها تحكم جيد، فيبقى في مشكله في الكلام، رابط في اللسان كما سنعرف ونرى ان شاء الله معنى رابط اللسان دوت. انا عارف ان هو معروف لدى كثير منكم يعني. تمام. او غير ذلك من مشاكل اللسان. اللسان ده لوحده كده مجمل كده سريعا عن 18 حرف تقريبا في اللغه، 18 حرف في اللغه. فيعني لازم يكون ليه اهتمام كبير. لما بتيجي ام نفضل نقول لها اهتمي بالتدريبات، اهتمي بالتدريبات مع الولد دوت، اهتمي بالتدريبات. تمام.
فبالتالي طبعا ايه الام ساعات ما بتنفذش الكلام دوت، مع ان سبحان الله والله فعلا يعني فعلا الناس الممارسه في المجال التدريبات دي لها اثر ومفعول كما يقولون السحر، بتجيب نتيجه كويسه جدا 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 مع كتير من الحالات، مع كتير من الحالات. طبعا التدريبات دي انا موجوده في الملف اللي انا بشرحه الان، فده على فكره موجود على الجروب كامل، وموجود محاضرات ان شاء الله، محاضره تنزل، هو موجود ملف باوربوينت كامل الكلام اللي انا بقوله ده، وملحق بالملف ده في الاخر 57 او 56 تدريب، 57 او 56 تدريب كامل لكل اعضاء النطق ومنها اللسان طبعا، تمام؟ فاطمئنوا يعني ان شاء الله كل الداتا وكل الكلام وكل الملفات موجوده، زائد كمان ان شاء الله ان الموقع الخاص الجروب اللي هو طبعا تخاطب علم وفن هتجدوا عليه ملفات كثيره جدا جدا جدا، اللي عاوز ملف معين بس يكتب لي كده ان شاء الله تواصل معايا وان شاء الله نوفره لك باذن الله. وانا كده كده هكون حريص ان شاء الله على زي ما انا قلت لحضراتكم ان دعمكم بالملفات دي باول ان شاء الله باذن الله. هضرب مثال سريع كده بحث الباء عشان مثلا ما تجيش انا اتكلم كتير يعني ونضيع وقت المحاضره في ايه في امر يعني يكاد يكون فرعي بس مهم برضه. انا دلوقتي هفترض ان انا عايز انطق صوت الباء، فده اللي بيحدث ازاي؟ خلال عمليات معينه معقده بتتم في جزء ضئيل من الثانية، جزء من الثانية، جزء من الثانية سبحان الله، بشكل آلي فائق الدقة والسرعة. يعني ربنا سبحانه وتعالى مديك نعمة، الحرف اللي بيطلع ده نعمة من الله عز وجل، في جزء من الثانية بتكون حدثت أفعال وحركات وانبساطات وانقباضات وخلايا عصبية ورسائل ومخرج في تناسق تام جميل وبشكل آلي، في الآخر تسمع صوت في منتهى الانسيابية في جزء من الثانية. فنسأل الله عز وجل يديم نعمه يا رب. طيب طبعا المخ في البدايه بيعمل ايه؟ المخ مهم قوي ان انا افهم المخ بيعمل ايه عشان لما يبقى عندي مشكله في الحته دي ابتدي اعالجها ازاي. طبعا دكتور مخ الاعصاب بيتدخل بشكل معين بنوع معين من العلاجات، او قد يكون في اجراء جراحي معين دكتور مخ الاعصاب بيحدد هذا الكلام، لكن انا ما اكون فاهم ان المشكله هنا ان المخ او الدماغ مش قادر يتصور صوت الحرف، فبالتالي مش قادر يدي الامر باخراج الحرف ده، ما عندوش الادراك الحسي للحرف، مش فاهم يعني ايه باء. فلما يبقى فاهم الباء يبتدي المخ يستحضر الصوره الخاصه بالحرف، الحرف له صوره في الدماغ، يبتدي الجهاز العصبي يصدر الامر المركزي بنطق صوت الباء، الجهاز العصبي المركزي يصدر امر بنطق صوت الباء، ثم يقوم الجهاز العصبي المركزي توصيل الامر ايضا الى الجهاز العصبي الطرفي، ثم يقوم الجهاز العصبي الطرفي بتوصيل الامر عن طريق الاعصاب المسؤوله عن عضلات الشفاه، لان انا دلوقتي عاوز حرف متحكم بيه ايه الشفه، الشفه هي التي ايه باء حرف شفهي، فيبتدي الجهاز طبعا العصبي اللي هو الطرفي يقوم بتوصيل امر عن طريق اعصاب مسؤوله خلايا عصبيه كده دقيقه شعيرات دقيقه جدا تصدر الامر للشفايف ان انت هتطلع صوت الباء. ليه؟ عشان الشفايف تقول حاضر تستجيب لهذا الامر، تبتدي الشفايف تعمل ايه بشكل آلي، بشكل آلي فائق السرعه، كل ده بشكل آلي وفائق السرعه، تبتدي الشفايف تتحرك وتنقبض تقفل وتحبس الهواء في التجويف الفمي، ينتج عن ذلك صوت يتم تشكيله داخل تجويف الفم، الصوت جه عند تجويف الفم اهو عاوز يخرج، الشفايف قافله، المخ يبتدي ده امر تاني ان انت تفتحي وتفتحي بشكل معين، يصل الهواء الى الشفه المنقبضه المقفوله دي، فيبتدي المخ يديها امر انفتحي واصدري صوت اشبه بالانفجار با، بيطلع كده صوت انفجاري قوي با، هو ده وقت الكلام يعني، هي دي نعمه الكلام بشكل موجز، لكن هو لها تفصيلات كبيره جدا طبعا ان شاء الله، لعل برضه يعني ان شاء الله ممكن نتكلم فيها بشيء من التفصيل ان شاء الله في الداخل ان شاء الله في الابحاث الثانيه ان شاء الله. طيب يعني كده ابتدينا ناخد تصور عام عن الامور وعن بعض المصطلحات الهامه. كده خلصنا بفضل الله سبحانه وتعالى العنصر الاول زي ما احنا قلنا يا شباب، احنا طبعا مقدمه الكورس والتعارف نبتدي ندخل بقى في القسم الثالث من المحاضره، واللي ان شاء الله او قبل الاخير، لان الاخير هيكون هو الاسئله والختام باذن الله، هيكون ايه القسم الثالث امراض التخاطب. يعني ايه بقى امراض التخاطب؟ طبعا هو شريحه هنا موجوده، انا ممكن دعم بقى يجيب لي بداية الكلام، ممكن امراض التخاطب
عموما على ما الدعم ان شاء الله يجيب، او انا ممكن عندي قدره ان انا ايه امراض التخاطب الشباب. احنا طبعا خدنا فكره عن التخاطب وقلنا مبدئيا بس لازم نكون عارفين كويس ان موضوع اضطرابات النطق ده واللغه هو عباره عن ايه من الموضوعات اصلا الحديثه في مجال الاهتمام في التربيه الخاصه. اصلا هو موضوع يعني او يعتبر من العلوم الحديثه، بمعنى ان هو ظهر الاهتمام بهذا العلم بشكل واضح. ابتدى العلماء طبعا يبتدوا يجروا التجارب ويبتدوا يبصوا النظريات العلميه والتأصيلات. الكلام ده كان في بدايه الستينات، في بدايه الستينات، فالعلم ده ابتدى ينال اهتمام من بدايه الستينات من اصحاب طبعا الايه الاختصاص، مما ادى بفضل الله الى اليوم تجد اثراء. ويعني فعلا يا جماعه والله سبحان الله من العلوم ان الله عز وجل فتح فيها على الناس فتوحات عجيبه. الواحد بيدخل المواقع بينظر كده وبيجد يعني ابحاث لا حصر لها، لا حصر لها في هذا العلم. ففعلا لابد ان احنا نهتم بالبحث والنظر، وان احنا طبعا نستفيد بهؤلاء. طبعا العلماء بذلوا طبعا اعمارهم في تاصيل نظريات مهمه جدا وفهم امور، وطبعا هذه الامور العلميه والعلم التجريبي ده مهم جدا ان احنا نقرا ونبحث وننظر ونفهم عشان ان شاء الله نكون مميزين ان شاء الله. التميز هنا هو ان انا اكون سبب ان شاء الله في نكون ناجح مع الاولاد ان شاء الله اللي هم هياتون ان شاء الله رب العالمين. طيب امراض التخاطب هي عباره عن ايه؟ هي اي اعتلال عله تصيب الانسان سواء كان كبير او صغير. يعني هذه الامراض تنال الانسان، تصيب الانسان كبير كان او صغير، يعني مش في مرحله الطفوله وبس، لا ده ممكن في الطفوله وممكن لما يكبر ويكون اكتسب اللغه، ثم ياتي عارض او مشكله او اي امر ما، ثم ياتي بعد ذلك يفقد هذه اللغه بشكل جزئي او بشكل كلي. فهي تصيب الانسان عله تصيب الانسان سواء كان كبيرا او صغيرا، ذكر او انثى طبعا. ويعيق هذه العلة تعيق التواصل الطبيعي، حتة التواصل باللفظ المنطوق تبتدي تعيق هذا التواصل. هذه العلة عملت إعاقة في التواصل الطبيعي بما لا يتوافق مع عمر هذا الإنسان أو جنسه أو المجتمع الذي يحيا فيه. يعني ممكن يتكلم لغة بس غير مفهومة، مش لغة المجتمع ده، تمام؟ عنده مشكلة، الرموز مش مترجمة ترجمة صحيحة، القدرة على التعبير. وطبعا اللغة زي ما قلنا ان هي طبعا ايه الرموز اللي احنا طبعا نتفق عليها في عرف ما. انا النهارده رجل مصري بتكلم باللغة المصرية، وانا دلوقتي جيت تكلمت بلغة مش مفهومة ومش معروفة هكون عنده مشكلة في هذا التواصل، طبعا هتعمل اعاقة في التواصل الطبيعي. تشمل هذه الامراض ما يصيب اللغة، تبتدي الامراض دي مثلا لا ملهاش وقت، ممكن تيجي قبل اكتساب اللغة اصلا. يعني قبل اكتساب اللغة، قبل اكتساب اللغة الولد يأتي في السن الطبيعي، وهنأتي طبعا بكامل اسمه التطور الطبيعي للغة منذ الميلاد لغاية 6 سنوات، وممكن أجيب لكم كمان لغاية 8 سنوات إن شاء الله غالبا. هيعرفنا البحث دوت إن الولد بيبقى ليه تطور طبيعي يا جماعة، التطور الطبيعي دوت لغوي وغير وحركي، وطبعا وكل هذه الأمور لابد إن احنا نكون فاهمينها كويس. ده مفيد ليه؟ عشان كمان كولي امر كأم، انا النهارده ابتليت في ولد معين معايا، فربنا رزقني تاني بولد اخر، ابتدي اتجنب الاخطاء اللي حصلت، ابتدي اراقب، ابتدي اراجع، ابتدي ابقى فاهمه ايه هو التطور الطبيعي، الولد ده ماشي صح؟ التطور الطبيعي اللغوي، التطور اللغوي الطبيعي مظبوط ولا في مشاكل، في خلل؟ ابتدي اتدخل في الوقت المناسب، ابتدي استعين بالله ثم اذهب طبعا للمتخصص، يبتدي ينصحني، يبتدي يوجهني، هذا الكلام مطلوب فهمه، وان شاء الله ياتي في المحاضرة الثانية أو الثالثة إن شاء الله يأتي تفصيل لهذا البحث، التطور الطبيعي من الميلاد لغاية سن 8 سنوات إن شاء الله رب العالمين. فتشمل هذه الأمراض زي ما قلنا ما يصيب من اعتلال قبل أو بعد اكتسابه، يعني إما قبل الاكتساب أو بعد الاكتساب. جالنا مرض من أمراض التخاطب قبل أو بعد، تمام كده؟ أو ما يصيب الصوت يبقى لغة أو صوت. الصوت ممكن يصاب، الإنسان لغته سليمة وكل حاجة، مفيش مشكلة في اللغة، فاهم اللغة كويس وعنده قدرة على التعبير، يقدر يعبر، عاوز أي خاطر جواه بيقدر يطلع الخاطر دوت يعبر عنه بلغة سليمة، تمام؟ سليمة حتى في المنطوق بس فيها مشكلة في الصوت.
وليست في التراكيب وليست في النطق وليست في الصوت، في مشكلة صوت. وهيأتي إن شاء الله تفصيلات لإيه اضطرابات في الكورس ده، اضطرابات الصوت. هنبدأ باضطرابات اللغة، ثم اضطرابات النطق والكلام، ثم اضطرابات الصوت بآخر إن شاء الله. الاضطرابات سنتكلم عنها إن شاء الله، وسنتكلم ونوضح كيف إن احنا نتقي هذه الاضطرابات إن شاء الله. الشاهد تؤثر في، طبعا هذه الأمراض وهذه العلل تؤثر في الصوت، تمام، أو ما يصيب الكلام ويعيق التدفق الطبيعي. في مشكلة بس أصيب في الكلام، فحصل إيه؟ التدفق بتاع الكلام مش مضبوط، ما عندوش استرسال في الكلام، عنده مشكلة، عنده حبسة كلامية، عاوز يعبر وفاهم إنه عاوز يقول إيه، بس ما عندوش القدرة إن هو يعبر تعبير سليم عما يبغي. يعني هو جواه حاجة معينة وعارف إنه عاوز إيه، بس مش قادر أعبر، ما عنديش القدرة. وقت ما بكون عاوز أعبر التوقيت ده مش قادر استخدم فيه اللغه بتاعتي، مع انها متوفره عندي بس مش قادر اطلعها. هذا يصيب الكلام، وياتي تفصيل ان شاء الله هذه المساله ان شاء الله ايضا، ما انه يعني كل الكلام ده مجمل هياتي له تفصيلات يعني ممله، يعني تفصيل ممل. وقد تكون الاصابه عياذا بالله دائمه او مؤقته، يعني هذه العله او هذا المرض من امراض التخاطب قد يكون يعني مستمر مدى الحياه، او قد يكون مؤقت مكتسب او خلقي، يعني ممكن يكون اكتسب بعد الميلاد، او ممكن يكون منذ النشأة الاولى، منذ النشأة الاولى، منذ التخلق، منذ الخلقة، منذ التكوين، يشاء الله عز وجل ويقدر بشيء ما وبسبب ما، يشاء الله عز وجل ويقدر ان هذا يأتي ليس عنده ايه قدرة على الكلام، باي شباب ايا كان بقى، ولد اب كام، ولد مثلا عنده خلل معين عضوي سبب الامتناع عن الكلام، طبعا دائم او مؤقت. فطبعا اسباب كده نقدر نقول انها ايه بتنحصر في عضويه، اسباب عضويه، المنشأ عضوي، سبب عضوي، مشكله عضويه اي مسؤوله عنها خلل معين في عضو ما من اعضاء المسؤوله عن الكلام. واحنا قلنا نتذكر ونرجع تاني، الكلام بيحتاج ايه مننا؟ الشق الحركي والشق الحسي، يعني المخ تماما، عضو اللي هو المخ ده يكون سليم تماما، فهما وتعبيرا، فهما وتعبيرا، فاهم وعنده قدرة على التعبير واصدار الاوامر، وايضا سلامة اللسان، سلامة الاسنان، سلامة الشفاه، سلامة الاعضاء كلها المسؤولة عن اخراج الكلمة، كل الاعضاء التي تخرج الكلمة تكون سليمة. لو فيها مشكلة هيبتدي على حسب المشكله دي يبتدي يظهر خلل معين ومرض معين من امراض التخاطب. هياتي تفصيل الكلام ده ما تلاقوش يعني. ايضا اسباب نفسيه، ايضا من اسباب امراض التخاطب بتكون نفسي مجمل كده، وهياتي التفصيل بالتفصيل ان شاء الله اطمئنوا يعني. وخلل وظيفي احيانا، يعني يقول العلماء احيانا اسباب امراض التخاطب غير معروفه السبب، غير معروفه السبب، لكن هذا لا يعني انها ليست لها سبب، لا، لابد ان يكون لها سبب، لكنه غير معروف، لها سبب بس مش معروف. هذا أيضا أحيانا يحدث، تأتي حالة معينة، تشخيصات تمام، كله تمام، مفيش مشكلة، لكن مفيش قدرة على الكلام، فهنا في مشكلة مش عارف السبب إيه، ونسأل لا الدنيا تمام، مفيش مشاكل نفسية، مفيش أي مشاكل عضوية، مفيش خلل وظيفي في أي شيء، كله تمام وكله، لكن مفيش قدرة، لهنا نقول إيه غير معروفة السبب، لكن لابد أن يكون لها سبب لكنه غير معروف، تمام. طيب ايضا طبعا علاج امراض التخاطب بيكون العضو الرئيسي فيه اخصائي امراض التخاطب. نبتدي بقى نتكلم ونوضح يعني ايه اخصائي التخاطب. هنبتدي بقى نتكلم عن عضو رئيسي اهو، ان انا عشان اتكلم في امراض التخاطب ابتدي الجا بعد ايه لله عز وجل، ثم ابتدي اشوف اخصائي امراض التخاطب. طب مين هو اخصائي امراض التخاطب؟ يعني ايه اخصائي امراض التخاطب؟ من هو هذا الشخص؟ وما هي السمات التي يجب ان تتوافر فيه؟ لان هسال سؤالين دلوقتي يخص اولياء الامور ومهمين جدا لاولياء الامور، عشان يقدروا يقيموا الشخص اللي رايح له ده فعلا اخصائي تخاطب، ولا الرجل دوت يعني مش متخصص كما ينبغي، او الرجل ده لسه لم ينضج بعد في هذا المجال، فممكن يضر الحاله بدون ما يقصد او بدون ما يشعر. تمام، تشخيص خطأ او غير ذلك، او شغل مش منضبط، او عدم سيطرة على الجلسة، او اي شيء، او اي شيء من هذه الاسباب، فلازم اكون عارف يعني ايه اخصائي تخاطب، ولازم اكون عارف ايضا السمات التي يجب ان تتوافر في هذا الرجل او في هذه الاخصائية. تمام،
أخصائي التخاطب هو ذلك الشخص، أول حاجة فيه المتعلم. بمعنى إيه متعلم؟ لهذا العلم، متعلم لهذا العلم. يعني إيه متعلم لهذا العلم؟ يعني درس فنيات عملية ونظرية لعلم التخاطب، دارس باحث وأيضا مدرب. يعني لا بد أن يكون نال شيء من التدريب النظري والعملي، النظري والعملي، مؤهل لكي يقوم بعملية تشخيص. أخطر ما في الموضوع، أخطر ما في الموضوع الخطأ في التشخيص. فعلا خطأ التشخيص بيضيع على أبنائنا أعمار، وبيجعل يعني فرص إن الولد دوت كان يبقى معافى بتقل، بل أحيانا بتندحر تماما، لأن أنا مشيت في اتجاه خاطئ. فلازم يا جماعة يكون عندي قدرة على التشخيص. القدرة دي يا جماعة بتأتي بعلم، درس، مذاكرة، نظري، عملي، عشان لما أجي أبدأ صح، أبتدي أعمل ملفاتي صح، أبتدي أشخص حالاتي صح، أبتدي أشوف إيه اللي أنا محتاجه، إيه اللي متاح معايا أعمله، وإيه اللي مش متاح معايا واللي أنا ما أعملوش. ألجأ للمتخصص. محتاج إن أنا مثلا دلوقتي أكيد مثلا أحتاج استشارة في المخ والأعصاب، مش معقول أتكلم في المخ والأعصاب، أنا مش متخصص، مش دارس، فأحول على مخ وأعصاب. محتاج مثلا استفسار عن الناحية السمعية، ألجأ لسمعيات. محتاج متخصص نفسي، ألجأ للمتخصص النفسي. أنا ممكن أكون أخصائي تخاطب بس مش أخصائي نفسي، أخصائي تخاطب ولكني ليس إيه؟ أخصائي نفسي. ألجأ للأخصائي النفسي. يا جماعة إحنا لازم نكون في حرص وأمانة ووضوح، إن أنا دلوقتي محتاج معايا معين يشتغل معايا، بالذات الحالات الصعبة، بالذات الحالات الصعبة، لأن فريق كامل من طبعا يشتغل معاك عشان في الآخر توصلوا بر الأمان جميعا إن شاء الله بهذا الطفل إن شاء الله رب العالمين. فلا بد ان يكون عنده مؤهل ان يكون بعمليه تشخيص، تقييم وعلاج. اصل تشخيص مضبوط، تقييم مضبوط، هتقدر توصل بفضل الله سبحانه وتعالى للعلاج المضبوط. ده النهارده ربنا كرمك الحمد لله، فهمت الحاله كويس، وقدرت تستخدم ادواتك كويس، وقدرت تشخص وتقيم كويس، وعرفت هتنطلق منين مع الولد ده، وحددت خطه معينه للبدء. هتلاقي نفسك ان شاء الله باذن الله في الوقت اللي انت حددته باذن الله تجد نتيجه. الأمور بيد الله عز وجل، وإحنا بالأسباب، والله عز وجل أمرنا بالأسباب. ومن ضمن الأسباب، ومن ضمن الأسباب، ومن أهم الأسباب، أن أكون فعلا على قدر معين من الفهم والعلم عشان أشخص وأقيم صح إن شاء الله رب العالمين. علاج حالات الاضطرابات دي، فأكون مؤهل لعلاج اضطرابات الصوت، النطق، الكلام، اللغة، على أساس إيه؟ منهج علمي وعملي، منهج علمي وعملي. زي ما قلت لكم دلوقتي ما شاء الله، يعني المنتديات مليانه والجروبات مليانه اوراق عمل. ابتدي شوف، لا نظم نفسك ملف كامل، اوراق عمل كامله، والحمد لله رب العالمين انا هرفق لكم برضو في الدوره دي اوراق كامله للتشخيص والتقييم كامله ان شاء الله رب العالمين باذن الله. اثناء المحاضرات كده ان شاء الله هرفع لكم على المنتدى بتاع الاكاديميه، وايضا على الجروب ان شاء الله رب العالمين، دايما هرفع لكم اوراق للعمل، ومهمه جدا جدا جدا، بتكون سبب في تيسير الشغل ان شاء الله رب العالمين. تمام بإذن الله. طيب انا طولت ولا حاجة دعم ولا ايه؟ انا طبعا ضيف عليكم، فانتوا براحتكم يعني، وقت ما تعوزوا تقولوا لي مع السلامة امشي على طول. انا بس ايه كنت حاطط عناصر كده، لكن عشان اول مرة في بعض الامور يعني ايه خدت شوية تفصيل، معلش يعني. طيب الفئات، جزاكم الله خير، ربنا يبارك لكم يا رب. الفئات التي يتعامل معها اخصائي التخاطب، ايه هي الفئات اللي بيتعامل معها اخصائي التخاطب؟ اكيد حالات اضطرابات النطق لدى الاطفال العاديين، يعني مفيش مشكلة عضوية، ده طفل عنده بعض المشاكل كده، اكتسب خطأ، عنده مشكلة في بعض الحروف، أي شيء من هذا القبيل، فابتدي أتعامل معاه. أكيد يعني الأخصائي بيتعامل مع هذه الحالات، ودي بتبقى من أيسر الحالات بفضل الله، اللي هي إيه؟ الطفل العادي اللي هو ما عندوش أي مشكلة يعني، تمام؟ لكن عنده مشاكل معينة، حذف لبعض الحروف، إبال أو ما شابه ذلك، سيأتي تفصيل هذا الكلام، وعمل برامج طبعًا لهذا النوع من الحالات إن شاء الله. ثم النوع الثاني اللي بيتعامل مع أخصائي التخاطب بيكون إيه؟ اضطرابات الكلام لدى الأطفال والكبار العاديين أيضا. اضطراب في النطق أو اضطراب في الكلام عند الطفل أو الكبير اللي هو إيه؟ رجل عادي برضه. يعني مثلا زي إيه؟ يعني عندنا مثلا مشاكل التلعثم، عندنا مشاكل أخرى. هذا الكلام يصيب الصغار والكبار. تمام؟ فنبتدي أيضا نلخص هذه الحالات. أيضا بيتعامل مع حالات ضعف السمع. ضعاف السمع يا جماعة برضه أخصائي التخاطب بيتعامل معاهم. حالات الإعاقة الذهنية المختلفة بيتعامل معاهم في بحث أو في ملف إيه؟ ملف اللغة، أخصائي التخاطب، أو تنمية المهارات، وكذلك تعديل السلوك أحيانا
بعض المتخصصين طبعا بيبقوا دارسين كل الكلام ده بالله، تمام. حالات الداون، الداون طبعا اللي هو طبعا متلازم الداون اللي احنا بنقول عليه العبط المنغولي، طبعا مفترض ان احنا ما نستعملش مصطلح العبط المنغولي او لفظ المنغولي ده، لان طبعا في اعتراض على هذا اللفظ، منغولي يعترض عليه من حقهم يعترضوا عليه، لان طبعا هو ما اسموش عبولي، هو اسمه ايه؟ متلازمه داون، تمام. وياتي تفصيل ان شاء الله في اخر الدوره لداون طبعا، بس مش داون دي محتاجه طبعا لوحدها كورسات، وانا اعرف ان الاكاديميه موفره دلوقتي الحمد لله كورس بفضل الله في الداون يعني. فارجو ان احنا يا جماعه ننسق الامور ونرجع للاكاديميه ونرجع لمكتبه الاكاديميه، ان شاء الله تجدوا ما شاء الله كنز يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. في طبعا التربيه الخاصه عندهم كنز، فحرصوا على اغتنام هذا ان شاء الله. ايضا حالات الاضطرابات السلوكيه، يبتدي الاخصائي برضه التقاطع بيتعامل معاهم، زي التوحد اللي هو طبعا الفرط الحركي وطبعا تشتت الانتباه، هذه ايضا من الحالات اللي بيتعامل معها اخصائي التخاطب. كذلك حالات الشلل الدماغي بيتعامل معها ايضا بانواعها المختلفه. كذلك الافيزيا اللي هي الحبسه الكلاميه، تمام، ايضا بيتعامل معاها، وده لها تفصيلات برضه هتاتي على فكره، ما تقلقوش تفصيلات لهذا الكلام بفضل الله. الخنف اللي برضه بحثي معانا، الخنف دوت موجود معانا ان شاء الله، نتكلم عن انواعه ونتكلم عن كل مشاكله ان شاء الله موجود معانا. كذلك ايه التلعثم والتهتها ايضا معانا بفضل الله تفصيل ليها في الكورس هنا، ما تقلقوش. اضطرابات الصوت معانا برضو، الخرس الاختياري، تمام، الخرس الاختياري يعني طبعا بعض الناس كده ايه، ناس الله العافيه بيفقد الكلام طبعا نتيجه لضغط نفسي او شيء ما، لكنه مش اخرس، لكنه مش اخرس. حالات صعوبات التعلم ايضا طبعا هناخد يعني اخصائي التخاطب هيتكلم ايه في البحث ده، هيهمه ايه في بحث صعوبات التعلم، مش اللغه المكتوبه، برضو اللغه المنطوقه مش المكتوبه، المكتوبه الاخصائي اللي هو خاص بايه بملف الصعوبات، تمام. وقد يكون ايضا اخصائي التخاطب، لكن هنا قصدي في حالات صعوبات التعلم بالنسبه لاخصائي التخاطب على مستوى اللغه الايه المنطوقه، ما يهمني الان هو اللغه المنطوقه. اما المكتوبه اخصائي التخاطب الذي عنده ايضا ملف ويستطيع ان يعمل في ملف اللي هو ايه ملف الصعوبات، لكن ليس كل اخصائي التخاطب يستطيع ان يعمل في هذا الملف، لابد ان يكون دارس ايضا لهذا الملف دراسه قويه عشان يستطيع ان هو يشخص ويشتغل صح في هذا الملف، لانه ملف من الملفات الشائكه جدا، يكاد يكون لا يقل اهميه عن ملف التوحد، ولا يكاد يعني فعلا يعني ما يقلش قوه ولا اهميه عنه، فلابد من فعلا اتقان هذا الملف. اسال الله ان يمن علينا واياكم جميعا بالعلم يا رب النافع والعمل الصالح يا رب العالمين. ايضا اخر برضو الحالات اللي ممكن يتعامل معها اخصائي التخاطب، حالات التاخر الدراسي، حالات التاخر الدراسي ايضا فيما يخص التاخر الدراسي دوت، مش هو مشكلته الاساسيه، مشكلتنا الاساسيه هو ايه؟ ما ترتب عليه من تاخر لغوي، تمام؟ او ممكن يكون التاخر ترتب عليه تاخر دراسي، وليس دائما على فكره ان ممكن يكون في تاخر لغوي، وده هنعرفه ان شاء الله، لان من بعض الاخطاء ان بعض الاخصائيين بيقول لي ايه؟ ابنك ما بيتكلمش كويس هيحصل له صعوبه تعلم، لا مش شرط، ممكن الولد يكون كويس جدا على مستوى العقل والادراك كويس جدا، كان عنده مشكله معينه لو انت شخصتها صح وتعاملت صح الولد هيبقى كويس جدا وبيتكلم، وان شاء الله مش هيبقى فيه صعوبات تعلم اصلا. صعوبات التعلم ده باب تاني، تمام؟ طيب سريعا كده، ايه هي السمات بقى اللي لازم تكون موجوده في اخصائي التخاطب؟ ايه هي السمات التي يجب ان تكون موجوده في اخصائي التخاطب؟ تمام؟ طبعا انا البحث عن شريحه موجوده انا اكتبها، ايوه جزاكم الله خيرا. نمره واحد، طبعا يجب ان يكون لديه الاحساس والتعاطف مع الطفل مع ملاحظه الاعتدال في هذه المسائل، يعني احساسك وتعاطفك معاه يكون في اعتدال، ما تفرضش فيه في كل هذه المشاعر ولا يصرف فيه تعاطف، ليه؟ عشان تقدر تسيطر عليه، لان الولد دلوقتي لو حس ان انت خلاص انت وهو تمازجتم مع بعض تماما، التمازج ده جميل جدا ومفيد اكتر مما تتخيل، التواصل ده والحب ده من عوامل النجاح المهمه جدا ليك وللطفل، ان انتوا تجتازوا المشكله، ولكن لما يزيد عن حده مش هتقدر تسيطر عليه، هيبتدي بقى خلاص بقيت صاحبه بقى وبقت العمليه بينكم فري خالص، وتيجي تجري وراه يجري وراك، ضيعت الجلسه في انك تجري وراه يجري وراك، ان يقول لك لا وان يهزر معاك ويضحك معاك، ونسينا الاهداف الاساسيه للجلسه كانت ايه، تمام؟ فلازم ان احنا ما نسرفش ايضا عشان يبقى في برضه شيء من الحزم وشيء من اطاعه الاوامر، ولكن احرص على ان انت يكون في احساس وتعاطف مع هذا الطفل، احساس بيه ايضا كحاله وخصوصا في الحالات الصعبه، يعني تخيل انت كده ربنا يعافيك ولد كل امنيه امه انه يتواصل بس كده مع اصحابه ويسمع ويتكلم زي اي طفل حواليه، او انه يدخل الحمام زي اي طفل في سنه، او لابد ان احنا نشعر بفعلا بهذا الطفل، ونحرص على ان شاء الله يكون سبب في هذا الامر يعني. اسال الله ان يمن علينا واياكم يا رب جميعا بهذا الامر يا رب. طيب اثنين، يجب ان يكون مرنا
يعني لازم تكون انت مرن. الكلام ده كمان على فكره يخص ايضا اولياء الامور بالمناسبه، يعني انت برضو انت لازم، انا باهلك دلوقتي انك تكون اخصائي في بيتك، لان ده الاصل، ان اولياء الامور في حالات معينه طبعا هو الاصل، هو اللي لازم يكون اخصائي، لكن في حالات متخصصه قوي اكيد بيحتاج اخصائيين تاني معاه، لكن انت برضو ليك دور مهم، انت ليك دور مهم. تقريبا انا يعني اول نصيحه بنصحها دايما للام لما بتيجي بقول لها احنا 3 اضلاع بنكمل مثلث واحد، يعني احنا 3 مثلث، مين؟ الاخصائي وولي الامر والطفل اللي هو الحاله، فاحنا 3 بنكمل بعض، لو ضلع مننا وقع المثلث ده يفضل ناقص مش كامل، ولكن الضلع الاهم دايما بيكون ضلع الام. الام طبعا لان هي اكيد المتلازمه مع الولد وقاعده معاه اطول فتره ممكنه، فبيبقى عليها عبء اكبر شويه، تمام؟ فهي بتبقى الاساس، هي يكاد يكون يعني لو قلنا نسبه تناسب اظن ان بيبقى عليها حوالي ما يقرب من 60% على الاقل، و30 او ال 40% الثانيه على الاخصائي، اذا الاخصائي ربنا من عليه وحقق من ال 40 بتاعته 20 25، والام حققت مثلا 40 من ال 60، يعني كده بفضل الله بعدنا نسبيا بر الامان بالولد، تمام؟ فلا بد ان الام تفهم الكلام ده كويس، عشان كثير من الامهات ما عندهمش تعاون، وده بيسبب تاخر، والحاله بتوصل من مرحله معينه لمرحله اصعب لاصعب، وكل ما زاد العمر هنبتدي نتكلم طبعا ونعرف ان من ضمن الحاجات المهمه التدخل السريع بيفيدنا في ايه، تمام؟ فده امر مهم جدا. ايضا من السمات الاساسيه انت كأم تبص كده تحاول تشوفيها موجوده ولا لا في الاخصائي، وايضا لو انت اخصائي مع ابنك كأم هتكوني فيك نفس الخاصيه، لازم تكون فيك ايه هي؟ الصبر. لابد ان الاخصائي ده يا جماعه يكون صبور، انت بتتعامل مع اطفال فلازم يكون في شيء من الصبر، لازم يكون في شيء من الصبر. كذلك الام، كتير من الامهات تيجي تقول ايه، انا والله في البيت ما بيقعد معايا ولا بيسمعني ولا مش عارف ايه، تيجي تحاول معاه مره واثنين الولد انتصر عليها وعمل اللي هو اللي عاوزه، خلاص الام سكتت، ما فيش صبر، لا لازم يكون في شيء من الصبر، وتعرفي زي اللي انت تاخديه ليكي انت، عن طريق ايه؟ عن طريق اللعب، عن طريق كذا، عن طريق التحفيز، عن طريق التعزيز ليه، اي شيء، المهم ان انت ما تسيبوش يهرب منك لان ده ابنك، تمام؟ ايضا ان انت تكون متفاعل مع الطفل، يعني في كده يعني ايه، الولد اللي قاعد قدامك انت وهو في انسجام مع بعض، يعني في تفاعل كده وانسجام، مش انت قاعد كده مشاعرك جافه وجامده وقاعد كده بتتعامل مع بعض على انه اداه او اله، لا لا لا، لازم الولد يحس منك بتفاعل، بحب ليه، بيحس منك مثلا بايه؟ ان انت متفاعل معاه، يعني عشان انت ما تملش من الجلسه، وكذلك الولد ما يملش منك، تمام؟ لابد ان يكون في التفاعل ده بينكم يعني. وده مهم جدا 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 يا جماعه. تكون لديك الثقه في النفس، يعني الاخصائي ده انا اعتقد ان حته الثقه دي، ثقه في الله عز وجل، ثم مع الاخذ بالاسباب وطبعا المذاكره والمراجعه باستمرار بيبقى قاعد، وطبعا كثر الشغل بفضل بيبقى في ثقه في النفس. مهمه قوي حته الثقه دي، لانها بتنتقل لولي الامر وبتنتقل حتى للحاله، تبتدي يشعر منك وولي الامر يشعر منك ان انت في ثقه في نفسك، بمعنى ان انت ايه، حاسس ان الحاله ان شاء الله تحت الكنترول باذن الله، تمام والدنيا كويسه. اوعى، مش معنى كلامي ده انك تكون الحاله معينه صعبه وتيجي تقول ولي الامر لا ما تقلقش شهرين وهيبقى زي الفل، وهي الحاله مستدعيه اكتر من كده، اوعى، ما تحاولش تبني امال وطموحات من سراب، لا لازم يكون واقعي بس في ثقه. ايضا اوعى تعمل العكس، مش معنى ان انا بقول لك اوعى تعمل كده وراح الناحيه الثانيه، ايه ولي الامر تقول لا 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 الحاله صعبه جدا يا عم، ربنا يستر، الله انا بقى هتكلم ولا مش هتكلم، ده ممكن يعيش طول عمره كده، انا رايي انك تسيبه وتخلف غيره، لا الكلام ده مستحيل، اتقي الله، يعني ان انت كده بتقفل الباب في وشه، لا احنا نذكره بالله عز وجل مهما كانت الحاله صعبه، لان الله عز وجل هو الذي يشفي والذي وعليم سبحان الله، العلم ده متجدد زي ما قلنا، كل يوم في جديد، كل يوم في جديد بفضل الله سبحانه وتعالى. فلعل بكره ان شاء الله يكون في نقطه، او انت ممكن تكون في جزئيه معينه ما خدتش بالك منها، بعد كده ربنا يمن عليك وتاخد بالك منها، تكون هي مفتاح النجاح ان شاء الله. فاحذر من ان انت تثبط الاهل، واحذر ان انت تبني لهم امال وقصور في الهواء، تمام كده؟ طيب. 6، ان تكون افكارك ومفاهيمك واضحه ومؤهلا للجلسات مع الاطفال. في ناس ما شاء الله على درايه وعلى علم شديد في هذا العلم، ولكن ما عندهمش قدره انه يقعد مع طفل، دي ما بيقعدش مع اولاده حتى، يعني ممكن حتى اولاده ما بيقعدش معاه. ليه؟ ما عندوش القدره دي، فما ينفعش يشتغل في المجال ده. يدرس فيه ماشي، يقصص فيه ماشي، يأصل فيه ماشي، ويعني كل ده كويس، لكنه يشتغل عمليا ويجيب حالات ويشتغل معاها صعب، لان هو ما عندوش حته ان ايه، مش مؤهل للجلسات دي، تمام؟ مش مؤهل للجلسات دي. لازم يا جماعه ان تتسم بروح الفكاهه كده مع الاطفال، الطفل اصلا بطبعه بيحب اللعب. وطبعا زي ما انتم عارفين كلكم اساتذه، يعني عارفين طبعا في علم النفس القاعده المشهوره التي تقول ايه؟ ان اللعب عند الصغار كالعمل عند الكبار، هو عاوز يلعب، فانت مفيش اي مشكله.
في وقف فكاهه بينك وبينه، في ضحك، في هزار، في كذا، بس في اهداف محطوطه ابتدي ان انا افعلها وابتدي اشتغل بيها. بس وهتكلم انا في الموضوع ده بالتفصيل وهوضح ازاي ان شاء الله ما تقلقوش. هتكلم ازاي تنظم الجلسه دلوقتي ان شاء الله يعني سريعا. معلش اول جلسه انا كنت متصور انا نص ساعه وقلت السلام عليكم، معلش سامحوني بقى. طيب، ثمانيه، يتسم بالابداع اثناء الجلسات. لازم الاخصائي ده او الام دي في البيت تكون مبدعه. ابدعي كده، شوفي ابنك ازاي تجيبيه، ازاي ان انت تحفزيه، ازاي ان هو تتواصلي معاه، ازاي تسحبي عينيه ليكي. الولد ده بيهرب منك بالعين، ازاي انا احط له شيء معين، ارغبه شيء معين، الاقي عينه في عيني ازاي عشان اخطف منه اللي انا عاوزاه. وايضا ابدع في استخدام ادواتك ووسائلك. انا بتكلم بقى للام اهو في البيت كاخصائيه، وكذلك للايه؟ للاخصائي. كذلك امر مهم جدا الدين، ان انت من جواك النيه لله عز وجل ان انت تكون عنصر من عناصر الخير في حياه هذا الولد، وكذلك ان انت تكون حريص على ان الولد ده يتكلم. كلامه وفهمه هيعني انه يصلي، هيعني ان هو ان شاء الله يفعل الطاعات. هذه الطاعات وهذه الافعال والله لو نويت نيه حسنه كل ما يفعله الولد بسبب ان انت خليته يتكلم ويفهم لغه صح بفضل الله في ميزان حسناتك. فاحرص على هذا الامر يعني، ده كين كنوز. لو ربنا كرمك مع 100 حاله فانت كده زرعت 100 شجره ان شاء الله طول ما هم عايشين بتثمر هذه الشجار بفضل الله. الاشجار هذه تثمر هذه الثمار في ميزان حسناتك بالضبط زي ما في ميزان حسناتهم ان شاء الله. احرص على هذا الامر يا جماعه ان شاء الله. الدين ده مهم جدا ومحرك اساسي لنا في الحياه ان شاء الله. تمام؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. اعتقد احنا كده العناصر الاساسيه خلصت. سامحوني معلش انا اطلت عليكم، بس في نقطتين مهمين جدا هذكرهم بسرعه لو يعتبروا اهم نقطتين النهارده على فكره عشان الناس ما تروحش تنام. بس لاولياء الامور يعني هم اكتر شويه لاولياء الامور. تمام، اخصائي التخاطب ماشي كده خلصنا السمات وكله تمام. انا هسال 3 اسئله كتير يعني، معلش مش هتتنوع الاسئله على الفيس ان شاء الله. الثلاث اسئله دي، اول سؤال منهم كيفيه معرفة التخاطب ده شاطر ولا لا. انت بقى ام رايحه دلوقتي لمركز تخاطب، مش شاطر، شاطر دي يعني ايه؟ يعني كويس ولا لا، يعني جيد ولا مش جيد في مجاله. نعمل ايه؟ اول حاجه خدي بالك منها، هل يستطيع وبينجح في التواصل مع الطفل ولا لا؟ بيستمع يعني ايه وهو قاعد معاه كده، في كده نوع من الامتاع والاستمتاع مع الطفل ده، ولا قاعد متململ كده ومتضايق وعاوز الجلسه تخلص ولا ايه بالضبط؟ ودي نقطه مهمه قوي، لازم يكون عنده الاخصائي عنده القدره على انه يتواصل ويلعب مع الطفل. الطفل هتبتدي معاه تتواصل حتى لو بدايه اللعب مفيش مشكله، الامر ده مهم قوي. الطفل عاوز يدخل لمكان يالفه، مش عاوز يدخل الاخصائي. يعني ربنا يعافينا، يعني انا اذكر موقف يعني حدث من اكثر من 10 سنوات او اكثر، يعني اخصائيه في مكان ما نسأل الله العافية، يعني والله مسكت مرة البنت من رقبتها من زورها خنقتها جلسة. فخرجت البنت دي كانت فاقدة اللغة تماما ما بتعبرش. فخرجت فعبرت لأمها بطريقتها إن حصل معاها الموقف الفلاني. فالبنت رفضت تماما كده تدخل، وبعد يمكن سنوات كل ما تمر على المكان تعبر كده وتقول المكان ده اللي أنا إيه خنقتني فيه الأخصائية. فالأمر ده خطير يعني. أنت مش قادرة تشتغلي كأخصائية أو كأخصائي، مش قادرة تحقق الصفات الأساسية فيك، خلاص سيبي المجال. لكن تقف تدخل مجال تضر فيه الناس وتضر فيه نفسك، الكلام ده ما ينبغي. تمام، فلازم انت كأم تشوفي هل عنده قدرة على التواصل مع الطفل ولا لا، بيستمتع ولا ما بيستمتعش. الطفل بيستمتع والأخصائي أيضا يكون مستمتع إن شاء الله. أيضا علامات الأخصائي الكويس يعني اللي أنت ممكن تختاريه وتبقي مرتاحه له، إنه يكون بيخصص لك جزء من الوقت على الأقل من وقت للتاني، يعني لازم يكون في تواصل أنت بينك وبينه أصلاً عشان يقول لك أنا محتاج منك تعملي كذا، لازم يكون في تواصل، ما يحاولش إنه يجهلك أو يحاولش إن هو يبعدك تماماً عن لا لا لا، لازم يدخلك جوه زي ما أنا قلت 60 70% أساساً، فما ينفعش إن أنا أخرجك بره خالص، لازم أعلمك ولازم أؤهلك ولازم أنصحك ولازم أكتب لك ملاحظات ولازم أطلب منك أهداف ولازم اقعدك في جزء من الوقت احيانا في جلسه من الجلسات تدريب معين زي يتعمل. ده مهم جدا الموضوع ده، انت كأم احرصي على هذا النوع ان شاء الله. تمام، نمره 3 ان هو ما بينشغلش في الجلسه، لا بتصل بالناس مقضي الجلسه كده وقته خلاص وعدى ولا ايه بالضبط، ولا الموضوع ايه؟ لازم تكون واخده بالك كويس من الموضوع ده. زي ما قلنا لازم تحضر جزء من الجلسه من وقت لاخر. ما بيضيعش وقت الجلسه في حوارات، يعني لو انت حاضره ما تلاقوش سايب الولد بيتكلم معاكي انت وخلاص كبر دماغه، او جايب مندوب متدرب وقاعد يدرب في المتدرب دوت وساب الحاله تماما، لا ما ينفعش. تمام،
ايضا لازم طبعا هو لما يجيب مدرب، ده مهم قوي يا جماعه، الاخصائيين كلهم لازم يعملوا كده. انا دلوقتي عايز اجيب فلان او فلان ادربه، مفيش مشكله، بس استاذن ولي الامر، لان ده حقه هو مش حقك انت، حق ولي الامر. الجلسه دي بيدفع فيها فلوس، فولي الامر ممكن يرى دلوقتي ان وجود متدرب مع ابنه هياثر على ابنه بالسلب، مفيش اي مشكله، وانتهى التقدم كده ورقي، مفيش اي ده حقه، مفيش اي مشكله، ما زعلش. ولكن اذا وافق جزاك الله خير، مفيش اي مشكله، وادرب المتدرب اللي معايا في وجود الحاله، مفيش اي مشكله، تمام. فده حق ولي الامر مش حقك انت. طيب ايضا طبعا ما تكونش بتتملل في الجلسه، وكل شويه تبص في الساعه، كل دقيقتين تبص في الساعه، انت عاوز الوقت يخلص. اذا لقيت الاخصائي من النوع دوت، اعرف ان هو ايه، مش هيحقق نجاح كبير مع ابنك يعني. ايضا ما يكونش عنيف خالص، ليس عنيف مع الطفل اطلاقا، ممنوع العنف. وكذلك طبعا النهر الشديد اللي هو الزعيق الجامد قوي ده، ايه ده، انت بقيت تزود له مشاكله، مش لازم تزعق، انت ممكن تكون حازم بس من غير ما تزعق، بالعكس مطلوب حزم اه طبعا، وان انت تامره يطيعك، لكن مش بطريقه النهر الشديد الصوت العالي ده. ده الولد هيخاف، خصوصا لو كانت مشكله اصلا منشأة نفسي او عنده تهته، هيزيد المشكله عنده. كذلك ايضا ما تضربوش، انت تحقق الهدف بتاعك، مفيش اي مشاكل، لو طالما الامر مطلوب منك حزم احزم، ولكن ايه، بدون ان تقع في ضرب او بدون ان تقع في نهر شديد يعود بالسلب على الايه، على الولد. فخدي بالك من الحاجات دي كويس يعني، ما تفرحيش ان هو يمسك خرزانه ويضرب الولد تبقى فرحانه، لا لا مش هينفع الكلام ده، ما يجيبش نتيجه ابدا يعني، تمام. طيب بسم الله. ايضا يكون طبعا في متابعه تقرير الحاله كل شهرين على الاقل يا جماعه، يعني المفترض ان الام نفسها تسال كل شهرين، لو سمحت اعمل لي التقرير، اعمل لي التقرير، انا بنتي او ابني معاك شهرين، اطلب منه تقرير، تقرير مجمع كده يقول لك والله حققنا ايه وايه وايه، وإيه، وتابعنا الحاله ازاي ان شاء الله، وصلنا لتحسن معين بفضل الله خلال الشهر، وتراقب الكلام ده وتتابعيه كويس عشان مصلحه الابن ان شاء الله. ايضا معيار الاستمتاع ده مهم جدا عشان معرفه الايه، الحكم على نجاح الجلسه، الاستمتاع، ان الطفل نفسه يكون مستمتع، لازم الطفل يستمتع بالجلسه عشان يفرح ويحب، وتيجي ماما تقول له تعالى بقى نروح للدكتور فلان، يقول لها ماشي يلا ونجري وبتاع، ويبقى الولد مبسوط. ده عامل مهم جدا في الاخصائي الناجح، تمام. السؤال الثاني اللي انا هجاوب عنه برضو، والثالث انتوا اللي هتجاوبوا عنه ان شاء الله، انتوا اللي هتجاوبوا على الثالث لكن انا هجاوب على الثاني. الثاني هو اداره وقت الجلسه، ازاي يا جماعه ندير الجلسه، نقطه مهمه قوي. ازاي انت كأم حتى في البيت اعملي لنفسك البرنامج اللي انا هقول عليه ده، ازاي ان انا ادير جلستي صح، واخصائي طبعا الكلام ده الاخصائي الجديد، لكن الاخصائيين القدام طبعا الممارسين فاهمين الكلام ده كويس، وعارفين ازاي يسيطروا على الحاله، وعارفين ازاي يستعدوا ليها قبل الكلام ده كله، انا فاهم ومعروف لكثير من الموجودين، انا اعرف ان كثير من الموجودين دلوقتي اساتذه يعني ما شاء الله عليهم يعني، جزاهم الله خير يعني، ان هم اصلا يعني اضاعوا وقتهم معانا، بس جزاهم الله خير يعني. طيب اداره وقت الجلسه، الكلام ده قلنا ايه المقصود، الاخصائي الجديد وهو اصلا ولي الامر. الاول احط وقت الجلسه، افضل وقت للجلسه غالبا بيكون يا جماعه يعني افضل وقت على الاقل يكون ساعه الا ربع، الوقت ده ساعه الا ثلث، ساعه الا ربع ده وقته يعني يا دوبك يعني هقدر احط فيه اهداف معينه، لان في جزء هيضيع زي ما انتم عارفين في اول الجلسه، انا ببتدي اعمل تواصل بينهم وبين الولد، فطبيعي ان في جزء من الوقت هيضيع، فلازم ان انا اكون ايه حريص على الامر دوت، إيه ان الوقت يكون في حدود الساعه الا ثلث او ايه ساعه الا ربع، تمام كده. على ما اطبع الولد وبتاع واظبط اموري، قبلها بقى اكون انا منظم الايه الجلسه ازاي. نمره واحد، اكون محضر ادواتي اللي هحتاجها، انا جاي النهارده عارف ان هشتغل مثلا في المركز ده، هيشتغل النهارده يوم مثلا فرط حركي، او مثلا اشتغل مشكله مشاكل توحد او الداون او اي شيء، او جلسات معينه مشاكل نطق ولغه معينه منوعه، ابتدي بقى يعني الكلام ده طبعا محتاج امكانيات من الاماكن يا جماعه، يعني الاماكن المفتوحه ما تبخلش، تحاول توفر امكانيات بقدر المستطاع، تمام، عشان نوصل للنتيجه المرجوه ان شاء الله. هناتي طبعا نتكلم بالتفصيل ايه هي طبعا معايير ومقاييس غرف التخاطب ومراكز التخاطب والكلام ده، هياتي بالتفصيل ان شاء الله. طيب فتحضير الادوات ده مهم قوي، تحضر ادواتك كده بشكل منظم وتحطها بعيد عن الولد بقدر المستطاع، تكون قريبه من ايدك انت لكن بعيد عن الولد، قريبه من ايدك انت لكن مش مرئيه للولد، لان هيحصل شتات، فتحاول المكان يكون عندك قدره على تنظيم الامر ده ان شاء الله. تحضيرها طبعا قبل دخول الحاله، وتخليها في مكان قريب منك وبعيد عن بصر الولد خالص عشان ما تشتتش. تبتدي اول شيء عشان تنظم الجلسه صح، تبتدي اعمل تواصل بينك وبين الولد بسرعه، لازم تدخل للولد على طول، ازاي؟ اهلا، ازيك يا حبيبي، عامل ايه، سكر، وحشتني، ازيك، تعزيز بقى وتحفيز وكده، تشوف انت جايب معاك حاجه كده معينه، بالونه بتاع، خد البالونه دي بتاعتك حبيبي، انا مبسوط منك، انت المره اللي كنت ممتاز، النهارده هنبقى احسن مره اللي فاتت. ابتدي مع الولد بالشكل الجميل ده، افرح وانبسط كده بدخوله عليك، تمام كده،
وحاول ان انت تستقبل استقبال طيب، وتم اتصال بصوره حتى لو عن طريق اللعب. انا عارف ان الولد ده بالذات بيحب العربيه. بص العربيه بقى بتعمل ايه؟ الله بيب، الحق العربيه فين؟ العربيه طلعت، العربيه حمراء. تدخل الولد معاك في العالم اللي انت عاوزه يدخل، طبعا بالذات الحالات الصعبه يا جماعه، لان طبعا الحالات الصعبه دي انت محتاج تستغل الوقت قوي، فلازم بسرعه تعمل اتصال بينك وبينه، تمام كده؟ باي شكل بقى، عن طريق اللعب بشكل مهم. الاخصائي تنجح في التحكم في الطفل، وتنجح في ادخال هدفك وتحقيقه مع الطفل ده ان شاء الله. ايضا مهم جدا عشان تنظم وقت الجلسه يكون التحضير دايما دايما. حدد اهدافك، انا النهارده مثلا عامل خطه اهو، داخل لي فلان عارف ان انا عاوز احقق معاه 3 اهداف، اجهز 4 او 5 اكتر من العدد اللي انا عاوز احققه، ازود كمان اهداف عليه. ليه؟ عشان وانا شغال ممكن الولد ما يدينيش فرصه على هدف معين، قافل الباب خالص معايا، مش هيستجيب للهدف ده، ابتدي الجا لهدف اخر. ما ضيعش الوقت، ما اقولش خلاص يلا روح مع السلامه النهارده، ايه خلصنا بدري، لا ما ينفعش. ابتدي انا اكون مجهز له اهداف تانيه اشوف ممكن يجي معايا فيها. المهم ان انا اكون محدد اهداف اكتر من العدد اللي انا المفروض احققه، اكتر يعني 3 يبقى احط 4، احط هدفين للجلسه يبقى احط 3 4 اهداف مجهزه معايا، تمام كده؟ ودي اللي احنا قلنا عليها من السمات، لو ترجع كده السمات اللي هو ايه السمات منها، ان يكون الراجل دوت عنده فهم كده وسريع ويبقى عارف ازاي يدير الجلسه، تمام؟ يقدر يعني خلاص الولد قافل هنا الحته دي، ابتدي اخرج انا الحته الثانيه ان شاء الله. طيب ممكن نقول ايه تاني؟ طيب في حالة هروب الولد طبعا منك وعدم استجابته خالص، وده بيحصل احيانا، مفيش اي مشكلة، ده مش عيب على فكرة. في الاخصائي غالبا ممكن الولد يكون في مشكلة خاصة، بالذات الحالات الصعبة كمان ممكن الولد يكون مثلا ماما زعلاه، بابا مزعله، وكان عاوز لعبة محدش جابها له، جاي في وقت غير مناسب، جاي تعبان، جاي مجهد، جاي عاوز اي حاجة، جاي مجهد كان بيلعب كتير، جاي من المدرسة وبعدين جاي على المركز، اي شيء. المهم ان هو مش عايز يستجيب خالص وقافل الباب، برغم ان هو ممكن يكون متعاون جدا مع الاخصائي. فشل من الاخصائي. الاخصائي يعمل ايه بقى في الحاله ديت؟ تمام، هنا الولد بيهرب منك خالص، اقول له طب يلا حبيبي روح مع السلامه النهارده، مش هشتغل. لا 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 مفيش مشكله خالص، برضه الجا للتواصل، ارجع تاني لورا كده خطوه، تعالى حبيبي نلعب الكوره الحمراء دي سوا، بص الكوره دي اشقط يلا ها امسك اي هدف احطه كده بسرعه، يكون بقى عندنا ايه السرعه بديهه بقى، احول الجلسه لشكل تاني، تنميه مهارات مثلا، اي شيء مش مشكله. المهم الولد ما يمشيش كده فاضي اليدين، يعني لازم انا اكون حقق معاه هدف على الاقل التواصل. ولا تتخيل طبعا، وانتم فاهمين الكلام ده كويس طبعا كاساتذه لينا، فاهمين يعني ايه التواصل، مهم جدا بينك وبين الطفل. انت اصلا اي مشكله تانيه بعد كده بتبقى سهله ان شاء الله، التواصل في حد ذاته بيكون يعني مزيل لعقبات كثيره جدا ان شاء الله رب العالمين. حته التواصل ونجاح انك تعمل التواصل دي امر مهم جدا جدا جدا، تمام؟ كلام واضح شباب؟ طيب ارجو بقى فتح الشات، معلش يا جماعه معلش، عشان لو في اي استفسار سريع كده ممكن ان شاء الله. طيب السؤال الثالث اللي انا هحتاجه منكم انتوا بقى، السؤال الثالث ده ليكم، هتبداوا ان شاء الله النهارده كده لما تروحوا البيت، تحاولوا ان شاء الله رب العالمين تجهزوا لنا جواب لهذا السؤال، عشان هنبدا بيه ان شاء الله باذن الله الجمعه، اول سؤال هنجاوب عليه الجمعه. والشباب المتعاون طبعا انتوا عارفين ان في امتحان، ممكن الدعم يوضح لكم الكلام ده، اللي هو الامتحان يكون بعد بالتمرين بشكل معين، يعني هيأتي وقتها إن شاء الله نفصل في الكلام ده. فإن شاء الله أنا هبقى بلمح كده المتعاونين معايا وبيعملوا الواجبات المنزلية، هيبقى ليهم كده نظير الجهد دوت، يبقى ليهم كده درجات مميزة على جنب يعني إن شاء الله. تمام؟ طب إيه هو السؤال بقى؟ أنا عاوز أعرف دلوقتي إيه هي أشهر الأخطاء الشائعة في التخاطب؟ في أخطاء كده معينة شبه مسلمات كده بين الناس في التخاطب، يمكن موجودة بين الأخصائيين كمان يعني بنسبة كبيرة، وبين أولياء الأمور طبعًا في التخاطب. ايه هي اشهر هذه المشكلات؟ لان المشكلات دي يا جماعه الاخطاء الشائعه دي، مش الاخطاء دي بتعمل مشاكل جامده قوي، ان ممكن عقبات معينه على اولاد. انا هضرب مثال واحد بس سريعا كده وانتوا استشفوا منه اللي انا عاوزه، تمام؟ مثلا بعض الناس اولياء الامور بيقول لك ايه، الولد ما بيتكلمش كويس بس قاعد قدام التلفزيون مثلا يعني ده قناه طيور الجنه، قناه مش عارف ايه، اي كلام كده اللي القنوات اللي بتيجي في التلفزيون بتاعنا. بالعكس ده الولد بيتضرر ضرر كبير جدا بهذه القناه، تمام كده؟ انا مش عاوز اجابه دلوقتي، انا عاوز اجابه ان شاء الله للاستاذه، انا عاوز الاجابه المره الجايه، خطا في التشخيص. انا عاوز الاخطاء الشائعه اللي بيننا كاخصائيين بنقول ساعات بعض الاخطاء، وكذلك اولياء الامور بيقعوا فيها. قلت مثال زي مثلا انا مع بعض ولا بس لحضرتك، اللي عاوز يرسل يبقى ماشي كويس كويس، ممكن يرسل ان شاء الله اسمه
ويرسلها على الجروب ان شاء الله عندي، يقول مثلا ايه سؤال حضرتك اهو جواب اهو، يبقى جزاكم الله خيرا. تمام. ولكن انا برضو كده كده الجمعه الجايه هفتح المجال في اول الجلسه، في اول 5 دقائق منها اسمع طبعا، اشوف يعني كتاباتكم ان شاء الله عن تصوراتكم الام. طبعا الام تكون موجوده جزء من الجلسه، ولكن ليس دائما، على حسب رؤيه الاخصائي. يا جماعه الاخت بتسال هل الام تكون موجوده في الجلسه مع الاخصائي؟ هو طبعا الام احنا قلنا انها تساوي 70% او 60% على الاقل، فده امر ضلع مهم قوي، ما ينفعش ان انا اسيبه جاهل، لازم اعلمه. وانا بالعكس ده انا ببقى حريصه قوي ان يبقى في بيته هو اخصائي لابنه، ده الاصل يا جماعه على فكره، يعني ان هو يكون اخصائي لابنه بالذات الحالات السهله. طبعا الكلام ده كويس، ليها دور مهم جدا، تحضر الام جزء مفيش مشكله، ممكن يكون ده تمام. انا قلت على حسب رؤيه الايه الاخصائي، يعني الام ساعات في امهات كده مش فاهمه حاجه وممكن تدخل كده، مش انا امبارح كنت في الحته وتقعد تتكلم وشويه شويه تحكي للدكتور طبخت ايه النهارده وراحت عملت ايه هناك والكلام الغريب ده. طبعا دي الواحد يقفل عليها الباب خالص، ما تجيش انت بقى، بس يديها توجيهات برضه على الاقل يبقى في مكتوبه. يعني انا طبعا بنفضل كل اكيد يعني بنجيب ايه يا شباب، بنجيب طبعا اجنده للولد وبنكتب له الكلام ده، لو احنا بقى مش في مكان منظم اكتر يبقى لينا كده طبعا تقارير مكتوبه مطبوعه. تمام، انتظر حتى انتهى الاستاذ من الاسئله معاه. طيب بس يا شباب يعني طبعا حسب رؤيه الاخصائي، بس المهم الرؤيه دي تكون فيها امانه، بس يعني رجاء يعني فاهمين طبعا معنى كلامي، الرؤيه تكون فيها امانه. لو الام من النوع المتجاوب والنوع كويس والنوع الهادئ والنوع اللي بتفهم والنوع اللي ممكن تكون ايه المانع يعني هدخلها، ومش على طول، مش على طول. عنف الوالدين يؤثر على الحاله طبعا يا جماعه، عنف الوالدين يؤثر على الحاله طبعا، لما ياتي التشخيص بقى طبعا في بحث ايه الاسباب بتاعت بالتفصيل طبعا، هنشوف طبعا العامل النفسي وهنشوف العوامل البيئيه وهنشوف طبعا امور كثيره جدا هنتكلم فيها بالتفصيل. فطبعا سريعا كده عنف الوالدين يؤثر في الحاله طبعا اكيد، وخصوصا طبعا كانت هذه الحاله تحتها. فطبعا وانا قلت كتير يعني اولياء الامور لما بيجوني يا جماعه مش معنى ان انا ابقى حازم يبقى لازم ابقى عنيف ومش لازم اضرب يعني. ايه تاني؟ اهمال الطفل وترك فترات طويله مفروض اكيد طبعا. طيب احنا كده يعني احنا دي اخطاء انا عاوزها بقى ان شاء الله المره الجايه، ماشي كده؟ المره الجايه ان شاء الله. طيب الاستاذ ابراهيم بيقول لك كيف اعود الطفل على التفاعل معايا؟ الطفل دوت على حسب حالته. استاذ ابراهيم بيسال دلوقتي بيقول ازاي انا اعود الطفل على التفاعل؟ جميل قوي. انا عاوز اعمل تفاعل مع الولد وتواصل. الولد ده بيجي زي ما قلت بيحب العربيه مثلا، اجيب له العربيه على طول اول ما يدخل، شفت العربيه يا محمد جميله الله تعالى نلعب بيها، واقف كده ومش لازم ابقى على الكرسي يعني وما اقومش، لا اقوم واشيله على كتفي واجري بيه كمان مفيش اي مشكله، ويعني العب الولد وافرح بيه كده مفيش اي مشكله خالص يعني، واجري بيه كده واقول له تعالى نلعب بالعربيه، خد العربيه يلا، العربيه راحت فين؟ راحت لمحمد، هات العربيه يا محمد. على حسب حاله الولد ابتدي يدخل العالم بتاعه بشكل معين، كوره بيحب الكوره بيحب اي شيء، وانت كده كده معاك ادواتك طبعا هنتكلم عليها طبعا. متى ابدا قلق على ابنتي وتبدا في اللغه؟ انا 8 سنوات او اكثر، 8 سنوات او اكثر، لا طبعا اكيد في خلل معين 8 سنوات. وطبعا انا عارف الحاله استاذه همسه، ويعني منار ربنا يعافيها يا رب. منار محتاجه بس برنامج مكثف، وطبعا زي ما قلت الام 60%، فدور الام ده مهم جدا يعني. تمام كده، فدي محتاجه برنامج بس على فتره معينه، وان شاء الله برنامج بقى تنميه مهارات كمان. بالنسبه لمنار الحاله اللي بتتكلم عليها الاخت همسه دي حاله معينه يعني، تمام. فطبعا دي محتاجه برنامج تنميه مهارات، رفع قدرات عقليه وحاجات كده معينه، زائد طبعا اللغه طبعا الاستيعابيه والمنطوقه الاثنين مع بعض ان شاء الله. استاذ محمد بيقول في اي عمر يصعب علاج الحاله؟ حاجه هدي من الاخطاء الشائعه بالمناسبه يعني، يلا ملوك خطا، من ضمن الاخطاء الشائعه بيقول لك انه خلاص ده كبر ومش هينفع يتعالج. لا الكلام ده مش مظبوط، الكلام ده مش مظبوط تمام. فعلا في صعوبه ولكن ما فيش استحاله، فمن الاخطاء الشائعه عشان تكتبوا الكلام ده هو ياس. الاخطاء الشائعه يا جماعه بيحصل من احيانا بعض الاخصائيين، انا بقول لك في اخطاء شائعه دي موجوده حتى بين الاخصائيين نفسهم، يقول للام ايه انت ما جبتيش من بدري ليه؟ ده خلاص بقى كده صعب. انا والله يعني كانت بتجيني بنت عندها 18 سنه ويعني ربنا يعافيها رب، في خلل معاها، كانت مشكله اعاقه سمعيه من زمان، وبعدين على ما ابتدت تتعافى وتتكلم فقدت طبعا وقت كبير، فطبعا هي كبيره ولكن ما شاء الله عليها يعني محققه بفضل الله تقدم كويس جدا، ومشاكل كتير يعني ما فيش حاجه اسمها ان السن يمنع. هل التأتأة اذا وصل السن يمكن ان شاء الله التأتأة على فكره يا جماعه دي ما لم يكن الامر عضوي طبعا، احنا بنتكلم بقى بشكل عام كبرامج وكده، الصوت لما العيال الكبير بقى يتقطع كتير طبعا، دي مشكله بقى الدعم يرد عليها. فأي عمر نبدا التخاطب مع الاطفال؟ التخاطب يبدا منذ الرضاعه يعني من اول الرضاعه،
تبتدي هنعرف ازاي بشكل معين ازاي تأهله للتخاطب بشكل معين من هو طفل رضيع يعني ان شاء الله، ازاي تواصل بصر عليه مع ازاي، وطبعا المهارات الحركيه والادراكيه الكلام ده كله هنعرفه ان شاء الله. واحد بتاع 27 سنه بس الكلام بيجري بسرعه ما بلحقش، معلش الشباب انا مش برامج مع الطفل في حاله الاخصائي. طيب انا الفكره برضو من ضمن الحاجات اللي نسيت اقولها ان شاء الله يا جماعه هي ايه بقى، ان احنا ندي فرصه للسؤال نتجاوب عليه، ده بقى من ضمن الرقي اللي احنا لازم نتعود عليه. انا النهارده فلان بيسال فلان انا ما جاوبه ما جيش تاني التالت ربع خامس هجاوب على حاجه مش عارف، انا مش بلحق ابص على ده ماشي. فده برضو من ضمن الثوابت اللي عايزين ان شاء الله نثبتها مع بعض. يعني لو الطفل عنيف وبيضرب ماله، طبعا عنيف وبيضرب دي سلوكيات طبعا العنف ممكن تكون مترتبه على مشكله عدم التواصل بشكل سليم، فبتبتدي برضه بترتب عليه سلوكيات معينه زي العنف وزي ضرب الناس واحيانا انسحاب وخوف وحاجات تانية كتيره بسبب ان الولد مش متواصل بشكل طبيعي. فشعوره ان هو مش في وسط اصحابه، في وسط المدرسه، في وسط الحضانه، في الشارع وبيلعب، في وسط اقاربه، في وسط اخواته، شعر ان هو في شيء فقده، فطبيعي ان بعض ينعكس لي بعض الانعكاسات من العنف والضرب. مفيش اي مشكله طبعا بتعمل لها برنامج وتشتغل معاه خالص تعليم السلوك، بيشتغل في الاتجاهين اللي هو التخاطب طبعا لغوي، بعدين بنتكلم برضه مع اخصائي نفسي، لو انت مش اخصائي نبتدي الاخصائي يشتغل ان شاء الله. طيب الانتكاسه هل يجب طبعا مساله الانتكاسه ديت برضه لها مساله الانتكاسه، لو انا وديت وبعدين حصل انتكاسه مع ابني اغير الاخصائي؟ مش شرط، او بص الاول الاخصائي بيعمل ايه؟ انا قلت في سمات معينه في الاخصائي لو هي متوفره فيه وشغال صح وحصل انتكاسه غالبا يكون البيت هو السبب، البيت اللي مش متابع متابعه جيده، او حصل مشكله ايضا زي اضرب مثال سريع يعني بقى احيانا في التأتأة بيجي ولد عنده درجه معينه مثلا في التأتأة ديت، ففجأة مثلا ولي الامر بعد 3 اسابيع الحاله بقت كويسه شويه وهوب زادت اكتر، ابتدت التأتأة يحصل معاه مشكله تانيه بعد التشنجات، او طبيعي جدا يكون ولد بيتعرض لموقف سخيف موقف كذا، وغالبا ده اللي بيكون، وساعات اولياء الامور بيهربوا منك تقول له انت عملت كذا يقول لك لا 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 مفيش حاجه خالص، هو بيكذب عشان هو متحرج منك، لكن هو طبيعي بالمنطق يعني الولد حاسس، ده بيحصل كتير، او يكون ممكن الولد ساب التدريبات اللي انت مديها له مثلا او اي سبب اخر، لكن مش بالضروره يكون اخصائي وحش. وخد بالك الاخصائي ما ينفعش كل شويه نغيره، لان تغيير الاخصائي دوت على فكره ضد مصلحه ابنك، ما دام الاخصائي ده ايه في سمات متوفره، واحنا قلنا السمات دي بفضل الله ترجع له المحاضره تكتبوا الكلام ده ان شاء الله وتسمعوه تاني ان شاء الله. السمات دي مهمه قوي، ده الميزان اللي بتوزني بيه انت يا ام ويا اختي، بتوزني بيه الاخصائي تعرف انه ناجح او مش ناجح تمام. اذا انا اخصائي كيف احدد لازم البرنامج؟ طبعا ده على حسب الحاله، يعني مثلا دلوقتي انت شايف ان الحاله سي مثلا توحد او في مشاكل اخرى معاه، فرط حركي مع التوحد او اي مشكله اخرى يعني على حسب الحاله، لكن مفيش يعني حته الوقت دي يا جماعه برضو او مهم جدا طبعا في امر مهم قوي ان احنا لازم ما نستعجلش النتيجه، لان التخاطب ده بطبيعته بياخد شيء من الوقت يعني، فالامهات اللي بتستعجل دي ما بتحققش حاجه على فكره بالمناسبه يعني، وغالبا بتقعد بعد كده ما بتكملش مع الابن او البنت تمام. الاستعجال في حد ذاته خطا. كم المده الزمنيه للجلسه؟ احنا قلنا يعني الحد الادنى يكون ساعه الا ربع ساعه الا ثلث ان شاء الله، الحد الادنى عشان زي ما قلنا في وقت بيضيع وفي وقت كذا اهدافك، يبقى انت يا دوبك صفيت الساعه الا ربع دي على انك تحقق اهدافك ان شاء الله. انا اخصائي عندي حاله طفل 7 سنوات خجول وبيتكلم بسيط لكن مش مع اي حد. طيب هو الولد دوت طبعا عنده خجل اجتماعي، وده طبعا ايه ممكن يكون سبب من اسباب تاخر الكلام، نبتدي نزيل مشكلتك إيه؟ الاخصائي النفسي اشتغل معاه بشكل منظم وكويس واحنا برضه نتكلم معاه. هو بقى مش مع اي حد دي كويس قوي، نشوف بقى الحد اللي هو بيحبه والحد اللي هو مرتبط بيه من اخواته واصحابه، وهو ده اللي يحرص على انه ينمى عنده اللغه ان شاء الله ببرنامج منظم انت بتعمله له. طبعا الاخصائي بيبقى حريص جدا على الولد ده يحبه ويبقى في تواصل بينك وبينه ان شاء الله. كل ما زاد التواصل بينك وبينه وبين الارتباط بينك وبينه الولد اللي هو الخجل دوت ان شاء الله على الاقل هيبقى بينك وبينه مفيش الكلام ده، هيستجيب لك استجابه كبيره جدا ان شاء الله. طيب الفيسبوك فضلك هو الجروب الجروب تبعك. طيب هو الشباب رفعوه، الاستاذ سيد رفعه والدعم رفع الجروب الخاص بيا، وان شاء الله ممكن يرفعوه تاني، انا اظن انه ممكن ترفعوه تاني يا استاذ سيد بعد اذن حضرتك، الاستاذ الدعم الفني الجروب الخاص اللي هو التخاطب علمي وفني. جزاكم الله خير ان شاء الله بعد انتهاء. حاضر باذن الله. طيب انا كده اطلت عليكم سامحوني يعني، ارجو ان انتم تسامحوني وسهرتكم النهارده وجزاكم الله خيرا. حد عنده اي شيء ان شاء الله التواصل مع على الفيس معايا 24 ساعه ان شاء الله مفيش مشكله، ابعتوا في اي وقت رسائلكم ان شاء الله، واول ما اشوف ارد عليها باذن الله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيكم، ألف شكر، الله يبارك فيكم يا رب جميعا. طبعا أنا شاكر جدا 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 للأكاديمية حقيقي، يعني والله فعلا كنز من الكنوز يا جماعة، اغتنموه، العلم ده فضل من الله عز وجل علينا، فصدقوني يعني نرجو إن إحنا إيه نستفيد بهذا العلم إن شاء الله. وصدقوني الأكاديمية مقدمة برامج قوية جدا، يعني أنا البرنامج اللي أنا بأديه ده ما جيش حاجة في البرامج خالص اللي اتقدمت على الأكاديمية، أنا متأكد. أنا تابعت طبعا الأكاديمية وبنصح بها من زمان. راجعوا بقى المكتبة الخاصة بالأكاديمية، ويا ريت تحرصوا على الاستماع لو أنت عايز تبقى متميز بقى، استمع لكل المحاضرات الموجودة إن شاء الله رب العالمين. ماشي، ربنا يبارك فيكم جميعا. طيب إن شاء الله الدعم هيبقى معاكم، محتاجين في أي حاجة دعم إن شاء الله ولا خلاص كده؟ طيب جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيكم يا رب، شاكر ليكم، وسامحوني إن كنت أجهدتكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم. طبعا.